براحة مش هنستخدم، مش هنصحى. ممكن نجرب المايك. هل في حد عايز يسجل لو يعمل بس راس هاند؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، الصوت واضح وكل حاجة ولا؟ تمام تمام الله يكرمك استاذ. تمام. ان شاء الله نبدأ كمان 5 دقايق بالظبط بإذن الله. تمام، خلاص انا هعمل ميوت لحد ما نبدأ. ماشي يا استاذ. الله يكرمك. ماشي يا باشمهندس.
السلام عليكم، هل ممكن نبدأ الآن؟ شنس حسام، أنا معك. ماشي، تفضل تفضل مع حضرتك. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسأل بس الأول، أنا شاهدت الشاشة عندي، هل الشاشة كده ظاهرة ولا لا باشمهندس تمام عمر؟ تمام طيب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله المحاضرة بإذن الله مش هتبقى طويلة. هنتكلم فيها عن البيم من وجهة نظر البيزنس. أوكي، هنحاول إن هو نجاوب على شوية حاجات، ونحاول إن هو نخلي المحاضرة براكتيكال، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنها تكون مفيدة لينا. يعني إن شاء الله الكونتنت بتاع المحاضرة ده هيبقى عبارة عن أجزاء، أنا حاولت إن أنا أخليها تبقى ماشية بتسلسل منطقي، بحيث إنها توصل الفكرة اللي إحنا عايزين إن إحنا نوصل لها. أنا دلوقتي بتكلم على البيزنس، بتكلم على البين من وجهة نظر البيزنس. أوكي، البيم من وجهة نظر البيزنس انا شايف ان هو شويه مظلوم، لان الناس مش كتير بتفكر في اللي هو الديفلوبمنت بتاعت البيم. حتى ساعه ما حد بيجي ان هو يعرضه، هو بيعرضه على ان هو سلعه ممكن تتباع وممكن لا، مش على ان المشروع ممكن هو يقوم بيه، وعلى ان المشروع ممكن هو يكسب بيه. اوكي، في بعض الناس حتى بتبيع خدمات في البيم، مش بتبيع البيم كبروسيس كامله. ممكن هتقدم على مشروع، ممكن هتفيد المشروع، ممكن هتقلل في التكلفه بتاعته. اوكي، حتى للاسف بعض الناس بيتعامل مع البيم على ان هو لاكجري، بيتعامل في المشروع او ما اتعملش مش هيفرق كتير. فانا حاولت ان اخلي فيه تسلسل منطقي شويه، ان هو الموضوع يبتدي باصل الموضوع خالص، اللي هو ليه البيم حصل له انوفيشن من الاصل. اوكي، وهل المفروض ان احنا نغير من وجهه نظرنا واحنا بنفهم وبنتعامل مع البيم؟ وبعد كده هقسم البيم لحاجتين في الديفلوبمنت، حاجه اسمها هوريزونتال وحاجه اسمها فيرتيكال ديفلوبمنت، وهنتكلم ان شاء الله عليهم، وهقول ايه المقصود بالفيرتيكال وبالهوريزونتال ديفلوبمنت. وبعد كده لكل بروسيس، انت المفروض انك انت لما بتعمل بروسيس معينه، لو ما بتقدرش تقيس البروسيس ده، هي ما بتقدرش انك انت تعملها مانجمنت. فلقياس اي بروجكت بيبقى فيه حاجه اسمها كي بي ايز او الكي بيرفورمانس انديكيتور. اوكي، للكونستراكشن عامه في كي بي ايز محفوظه معروفة، بس هل الكي بي ايز ده هي كافية لان احنا نقيس بيها البروسيس بتاعت البيم ولا لا؟ ده هنتكلم فيه. وبعد كده هنبتدي ان احنا نتكلم ازاي نقدر ان احنا نطور في البيم، وايه هي الارياز اللي ممكن انها تدينا، يعني يبقى فيها زي بيقولوا كده بريق امل من حيث الانفستمنت، سواء على اللارج سكيل او على السمول سكيل. يعني سواء انا مهندس وعندي شركه صغيره وهبتدي ان انا انفست في البيم، اوكي، او انا شركه كبيره وبحاول ان انا انفست برضه في البيم وبحاول ان انا انجد السوق. ان شاء الله هنحاول ان احنا نجاوب على الاسئله اللي هتظهر قدامنا دي. اوكي، زي هل البيم هو فكره جديده ولا حاجه حصل لها انوفيشن؟ اوكي، ليه صناعة الكونستراكشن كصناعة التطور بتاعها ممكن هو يبقى أقل من بقية الصناعات التانية؟ ممكن إن إحنا ما نجاوبش على بعض الأسئلة دي بشكل مباشر، بس هيتجاوب عليها من سياق الكلام. إيه هو الإمباكت بتاع الستيك هولدرز؟ الستيك هولدرز اللي إحنا نقصد بيهم كل حد ليه مصلحة في المشروع أو متدخل في المشروع بشكل ما. يعني أنا بيبقى عندي كلاينت عبارة عن واحد من الستيك هولدر، عندي الاستشاري، المقاول، الناس اللي بيقدموا خدمات، الناس اللي شغالين في المشروع، كل دول بالنسبه لي هم ستيك هولدرز. اوكي، فايه التدخل بتاعهم والرولز بتاعتهم وبيحصل لها ازاي تاثير على البيم؟ وات ار ذا كومنتس اون ذا كارنت امبلمنتيشن اوف بيم ان ذا ماركت. اوكي، هي التعليقات او هي الكومنتس بتاعتنا على الامبلمنتيشن الحاليه، التطبيق الحالي للبيم في الماركت. اوكي، وطبعا بقيه اللي هو الاسئله باذن الله هنحاول ان احنا نجاوب عليها. ان شاء الله البرزنتيشن ده هي تشير مع حضراتكم بعد المحاضره باذن الله.
طيب نبتدي الأول why BIM has been innovated. أوكي في البداية خالص هو ده إجابة عن أول سؤال، هل البيم هو فكرة جديدة ولا فكرة كانت موجودة وحصلها تطوير؟ أوكي من السؤال اللي هو اللي أنا بقوله ده هو why BIM has been innovated، أنا أوريدي أنا جاوبت على الموضوع إن هو الموضوع ده كان فكرة موجودة وحصلها تطوير، وهنشوف إزاي الكلام ده حصل. بس قبل ما نبتدي عايز أسأل الناس اللي هي اللي بتتابع الأخبار بتاع البيزنس وبتتابع الأخبار بتاع الصناعة، هل يعرفوا حد من الناس اللي موجودين قدامنا في الصور دي ولا لا؟ ولو حد يعرف أستاذنكم إن هو يكتب على الشات. تمام، في حد بيقول ايوه. طب تعرف اني واحد فيهم؟ الصوره راحت مقصود على فكره، اللي في النص مارك وولش. مظبوط قوي. مصطفى مبارك، مصطفى مبروك، مظبوط فعلا اللي في النص مارك وولش. اوكي في حد يعرف حد ثاني؟ الاثنين اللي كانوا في الاول. اوكي تمام. طيب في حد يعرف حد تاني غير مارك وولش؟ اوكي طيب انا هرجع تاني اشير البرزنتيشن ونكمل كلام. يامن لا هو مش يامن للاسف. هرجع تاني اشير البرزنتيشن ونكمل كلامنا ونشوف. دلوقتي انا هشير البرزنتيشن لو حد بس يعمل كونفيرت. باشمهندس عمر، باشمهندس محمد، البرزنتيشن واضحه دلوقتي؟ ايه باشمهندس حسين. تمام يا فندم. تمام اتفضل. طيب فعلا هو مش مارك والش، هو جاك والش. اوكي اول اثنين هو ساكيشي وكيشيرو تويودا. اوكي الثاني بيل سميث، الثالث جاك والش، الرابع حد اسمه سير جون إيجان. أوكي الناس دول كلهم انتوا لو خدتوا بالكم هتبصوا ان هم ناس تقريبا اسمائهم قوية جدا في الصناعة، زي مثلا ساكيشي وكيشيرو تويودا. تويودا هو دولت مؤسسين شركة تويوتا. أوكي بيل سميث ده كان راجل كان ليه فضل كبير قوي على شركة موتورولا في وقت من الأوقات علشان يحسن الانتاجية بتاعتها ويجيب لها أرباح فاقت المعقول، وكان راجل يعني زي بنقول كده كان ليه رؤية. أوكي في الحاجة اللي هو بيقدمها، لأن الراجل ده هو كان أول حد يعتبر في السوق الأمريكي طبق السيكس سيجما على صناعة. أوكي وبعد كده تبعه جاك والش. أوكي على نفس برضو اللي هو صناعة بس في مجال تاني. أوكي لأن جاك والش كان هو المسؤول عن جنرال إلكتريك، واخر حاجه سير جون ايجان، وده كان رجل صناعه برضو بس ده كان ما كانش في الولايات المتحده، كان في بريطانيا. اوكي والراجل ده كان اللي مسؤول عن ان شركه جاكوار بعد ما كانت هتعلن افلاسها انها ترجع تاني وتشتغل وتبقى ليها اسم مره تانية في السوق. ف تعالوا ندخل بالتفصيل شويه ونشوف الناس دي. زي ما قلنا ساكيشي وكيشيرو تويودا دول مؤسسين شركة تويوتا، ودول اللي بسبب اختراعهم أو مش بسبب اختراعهم، بسبب تطبيقهم لمبدأ في الصناعة. أوكي كان يعتبر إن هو يعتبر من أوائل الناس اللي ابتدت إنها تطبق المبادئ بتاعت الكواليتي في الصناعة، والمبادئ بتاعت إن هو يبقى فيه بروسس وإن فيه بروسس كولابوريتيف والكلام ده كله في الصناعة. دول كان أول ناس يطبقوها، ويتسمى الكونسبت بتاعهم في الصناعه سمى تي بي اس او تويوتا برودكشن سيستم. اوكي ده كان مبدا زي المبادئ بتاعه اللين والمبادئ بتاعه السيكس سيجما والكلام ده كله، ان هم بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يعملوا صناعه باقل فائد. اوكي بيل سميث ده زي ما قلنا كان المسؤول عن ان السيكس سيجما تطبق في موتورولا. اوكي وبسبب تطبيقه للسيكس سيجما في موتورولا قدر ان هو يوفر للشركه في خلال سنوات معينة 17 بليون. أوكي بليون دولار. جاك والش عمل نفس الموضوع برضو طبق السيكس سيجما على شركة جنرال إلكتريك، وقدر إن هو برضو في فترة قليلة يوفر
750 مليون دولار. اخر حد زي ما بيقول سير جون ايجن، اوكي، وده كان فورمر جاكور تشيرمان زي ما قلت لحضراتكم، وده اللي تقريبا هنتكلم عنه ان هو كان ليه دور كبير جدا بعد ما كان واحد من ضمن الرواد في صناعه السيارات ان هو يعمل حاجه ليها علاقه بصناعه الكره سير اكشن. بعد الحرب العالميه الثانيه كان هم الحكومات وهم الدول انها تقلل الفائده على قد ما تقدر من الميزانيات بتاعتها. كل حكومه وكل دوله ابتدت انها تبحث في الميزانيه وابتدت تشوف ايه اكتر الصناعات اللي موجوده عندها اللي بتستهلك فلوس واللي فيها فائد. اوكي، الحكومه البريطانيه كانت واحده من ضمن الحكومات اللي كانت بتعمل كده، ولقوا ان من اكتر الحاجات اللي فيها فائد في الصناعات عندهم هي صناعه الكونستراكشن. وابتدوا ان هم يعملوا حاجه زي انفستيجيشن، ازاي نقدر ان احنا نطور الصناعه دي. اتعمل ريبورتس كتيره قوي، اوكي، من اول الفتره بتاعت بعد الحرب العالميه الثانيه لحد التسعينات. وفي التسعينات اتقدم ريبورت جديد، اوكي، الريبورت ده هو كان السبب فيه كان السير جون ايجن، اوكي، كانوا طلبوا منه ان هو يحضر ريبورت يناقش فيه ايه المشاكل بتاعت الكونستراكشن وايه المفروض ان هو يحصل علشان نطور صناعه الكونستراكشن زي ما بقيه الصناعات الثانيه اتطورت. اوكي، صناعه الكونستراكشن دايما كانت ابطا من بقيه الصناعات الثانيه، لان على سبيل المثال لو احنا بنبص لصناعه الكونستراكشن مثلا مقارنه بصناعه السيارات، صناعه السيارات انت ممكن انك انت مصنع واحد يصنع 1000 سياره في اليوم، اوكي، انما صناعه الكونستراكشن انت بتقدر انك انت مثلا تبني مبنى، ممكن المبنى يقعد في مرحله البناء بس في مرحله الكونستراكشن سنتين وعمره الافتراضي 50 سنه، اوكي، فعشان تشوف النتيجه في صناعه السيارات بيبقى اسرع بكتير جدا من انك تشوفها في صناعه المباني او في صناعه الكونستراكشن. علشان كده دايما صناعه الكونستراكشن هي مش من الصناعات الرائده، اوكي، بس هي بتستقي التكنولوجيا من بقيه الصناعات الثانيه، اوكي، فالتطوير بتاعها بيبقى اقل شويه من بقيه الصناعات الثانيه. اوكي، فعلى هذا الاساس ابتدوا ان هم يكلموا الراجل اللي نجح في صناعه السيارات سير جون ايجن ان هو يحضر الريبورت اللي هم كلموا عليه واللي هو بقى مشهور جدا في مجال الكونستراكشن اسمه ايجن ريبورت. اوكي، والراجل ده بعد ما عمل الكلام ده هو لقى حاجات كتيره قوي، كان من ضمنها سبب رئيسي في تاخر صناعه الكونستراكشن هو ان ما فيش كوميونيكيشن ما بين العميل وبين الناس. يعني لو واحد معاه فلوس وبيحاول ان هو يستثمر في صناعه الكونستراكشن، للاسف هيبقى فيه فجوه ما بينه وما بين الناس المهندسين اللي هم اللي بيشتغلوا، لانه هو مش قادر او مش بالضروره ان هو يبقى مهندس فيفهم البلانز اللي بتطرح له. اوكي، فكان من ضمن الريكومنديشن بتاعته ان هو يبقى فيه حاجه كولابوراتيف، بروسيس كولابوراتيف، اوكي، كل الناس يشتغلوا فيها من اول الناس اللي بتحط الكونسبت لحد العميل. البروسيس ده هي يبقى الناتج بتاع حاجه 3D، يقدروا الناس ان هم الكوميونيكيشن بينهم يبقى احسن عن طريق التواصل فيها. اوكي، البروسيس نفسها ما يبقاش فيها سيجريجيشن، ما يبقاش فيه ما بين العميل وما بين المقاول شغل وما بين المقاول وما بين الاستشاري شغل تاني. البروسيس نفسها ما تتكسرش، لان كل ما البروسيس بتتكسر كل ما في حاجات بتضيع في النص. يعني مثلا لو انا دلوقتي ابص على البروسيس الحاليه بتاعه ديزاين بيت بيلت، ان المشروع بيطرح للديزاين وبعد كده بيتعمل له بيدنج، وبعد ما يتعمل له بيدنج بيتعمل له بعد كده بيرسى على مقاول من المقاولين، المقاول اللي هو بعد كده بيبتدي ان هو يعمل له بيدنج. في كل مرحله من المراحل اللي فيها تقطيع دي، اوكي، انا في عندي حاجه تفقد في المشروع. اوكي، فكان برضو من ضمن التوصيات بتاعته ان هو ما يبقاش فيه سيجريجيشن للبروس نفسها، وان البروس كلها تحصل مره واحده. ومن هنا حتى جه التعريف بتاع الانتجريتد بروجكت دليفري، ان هو يبقى المشروع بيتعمل كله او يبقى كل الناس المشاركين فيه موجودين مع بعض من اول مشروع لاخر. اوكي، ده كان الكونسبت بتاع البيم، ومن هنا ابتدى ان هو يبقى. في الوقت الحالي احنا بنبص للبيم ازاي، احنا بنبص للبروسس ازاي، في ناس كتير قوي ابتدت انها تدور على الموضوع ده. هو كان من ضمنهم شركه اوتوديسك، وطلب بحاجه اسمها Achieving Strategic ROI او Achieving Strategic Return of Investment.
اوكي ميجرينج ذا فاليو اوف داتا. ده ريبورت طلع من كام سنه، الريبورت ده هو كويس جدا مع ان اللي عاملاه شركه تعتبر هدفها للربح، انما انا شايف ان هو الطريقه اللي عملت بيها دراسه للسوق كانت طريقه كويسه، والطريقه اللي اتعرض بيها الريبورت نفسه تعتبر طريقه مبسطه جدا حتى للقارئ العادي ان هو يبص على الريبورت ده هو يفهم. اوكي، واظن الريبورت ده هو كان موجه للهاي ليفل مانجمنت، ان هم ناس يقدروا يبصوا على الحاجه بسرعه ويقدروا ياخدوا قرار من ضمن بعض الانديكيشن الموجوده. اوكي، الريبورت ده هو زيه زي مجموعه كبيره قوي من الريبورتس ابتدت انها تبص على البروسيس بتاعت البيزنس من الفور بيلرز اللي احنا بنتكلم عليهم في اي بين بروسيس، اللي هو البوليسي والبروسيس والبيبل والتكنولوجي. دايما اي ما حد بيتكلم عن البين بروسيس بيتكلم او البين في العموم بيتكلم عن الاربعه بيلر دول. اوكي، وابتدوا ان هم يطلعوا المشاكل اللي موجوده في كل بيلر من البيلرز ده هي واللي احنا هنناقشها واللي في منها مشاكل بتنطبق اكتر على السوق بتاعنا. اوكي، ومن ضمن مشاكل مثلا ده هي ان انا في البوليسي ان هو ما فيش انفورسمنت من الجفرمنت. اوكي، ان هو ما فيش حاجه تقول من الجفرمنت في معظم البلاد العربيه الا من رحم ربي، يعني بعض البلاد العربيه فات ان هو يبقى فيه انفورسمنت للبيم زي دبي، بس حتى ما بقاش الانفورسمنت بتاعت البيم كبروسيس كامله، لا ده بقى على المنتج النهائي ان هو يبقى في الاخر انا في عندي بيم موديل، انما البروسيس نفسها لا مش مطبقه. اوكي، الاسواق في معظم البلاد العربيه بتتعامل بمبدا اللو بيدر نوت موست افيشنت. بمعنى ايه؟ معنى الناس ساعه ما بيجي لي بطرح مشروع انا بطرحه كمناقصه. اوكي، واللي بيقدم اقل ثمن للمناقصه دي هو اللي بيرسع عليه المشروع، بغض النظر عن ان هو اقل ثمن ده الراجل ده هو كان محقق قبل كده في السوق، كان محقق efficiency كويسة، قدر ان هو يحقق مشاريع بأقل عدد من RFIs مثلا ولا لا. اوكي، الefficiency بتاعته في اداء المشروع كانت ايه؟ دي ما بصلهاش قوي مقارنة بالسعر اللي هو مقدمه عشان ياخد المشروع. اخر حاجة في البوليسي من الدول بتتعامل مع البيم على ان هو luxury. اوكي، ان هو حاجة تعتبر زيادة، حدش يتعامل مع البيم ان هو لا حاجه ممكن يجيب فلوس وحاجه لو طبقت فيها منفعه للدوله او ممكن انها تزود في الناتج اللي هو العام بتاع الاقتصاد وكده. يعني مثلا لو بصينا بنيويورك، نيويورك ابتدت انها تفرض على كل حد بيعمل مشروع ان هو يبقى فيه يقدم الداتا بيز بتاعت المشروع بتاعته اللي هي في البيم، وانها تحفظ في البلديه بتاعت نيويورك، بحيث ان هو بعد كده من ضمن الحاجات اللي ممكن الناس تستفيد بيها انها على الاقل تبقى عارفه الاماكن بتاعت الانفراستراكشر، لو جه حد ينفذ مشروع من المشاريع ما يضطرش ان هو يعمل انفستيجيشن من اول وجديد ويدفع فلوس من اول وجديد عشان يعرف الانفراستراكشر ماشيه في الشوارع ماشيه فين. هي بقت اوريدي موجوده ومحفوظه في البلديه بتاعت نيويورك كداتا بيز ممكن اي حد ان هو يوصلها. اوكي، فللاسف لحد دلوقتي معظم البلاد العربيه بتتعامل مع البيم ان هو لكجري مش حاجه مهمه. طيب بالنسبه للبروسيس، ايه المشاكل اللي لقيناها فيها؟ اول حاجه الليك اوف رايت ابروتش. اوكي، ايه الليك اوف رايت ابروتش؟ البروسيس دايما بنتكلم فيها في البلاد العربيه ان هو مثلا ما بنلاقيش مشاريع كتيره ديزاين اند بيلد. اوكي، ما بنلاقيش مشاريع جديده انتجريتد بروجكت ديليفري. اوكي، ما بنلاقيش مشاريع الناس فيها كلهم مجتمعين زي ما الكتاب بيقول على طاوله واحده وكلهم بيتكلموا وكلهم بيقولوا وكل واحد بيرمي الدلو وكل واحد بيقول اللي هو عايزه من بدايه المشروع عشان يتعامل حسابه في البروسس كلها. لا، احنا بنلاقي ان هو انا بتكلم مشروع بيم، بس ما زال التطبيق ديزاين بيد بيلت. اوكي، الديزاين لوحده وبعد كده بيحصل قطع ما بين مرحله الديزاين ومرحله الكونستراكشن، وبعد كده ممكن ان هو يحصل قطع اكبر ما بين مرحله الكونستراكشن وما بين مرحله الاوبريشن والمينتنس. اوكي، مع ان كل الناس اللي بتتكلم على البيم وكل الناس اللي بتتكلم على الاستفاده من البيم بتقول ان هو لازم ان البروسيس دي تبقى متصله وما يبقاش فيها قطع. اوكي، الطلبات اللي بتطلب في المشاريع بنبص نلاقي ان هو بيبقى فيه في اوقات اوفر ديتيلنج مطلوب. اوكي، واوفر كونسترين مطلوب.
ايه اللي مقصود بالاوفر ديتيلنج والاوفر كونسترين؟ انا ببص الاقي بعض المشاريع بيطالب مثلا ان هو يبقى الليفل اوف ديتيل اللي بتطلع بيه الحاجه عالي قوي، مع انه هو ممكن ان هو ما يكونش هيستعمل. اوكي، وان هو مثلا بيطلب بيانات تضاف على الموديل، البيانات دي هي ممكن انها ما تستعملش بعد كده. فده طالما انا بطلب حاجه انا مش هستعملها، ده كده يعتبر ان هو فائد، لان اي طلب انا بطلبه في الديم بروسيس بيؤدي ان هو الوقت بيزيد والتكلفه بتزيد، فبيبقى فيه فائد. اوكي، ثالث حاجه ان هو في اي ديم بروسيس بنلاقي دايما ان هو موضوع 3D coordination is dominant. بمعنى ايه؟ لو سالت اي حد ما يعرفش اي حاجه عن البيم وقلت له ايه رايك في البيم، هيقول لي اه جميل جدا، بيحسن coordination. اوكي، طب في بيم يوزز ثانيه، في حاجات كتيره دايما يعني ممكن ان احنا نستفيد بيها. ممكن ان احنا نستفيد مثلا بان احنا نعمل coordination للسايت. اوكي، نعرف الاماكن بتاعه التخزين في السايت. اوكي، ممكن ان احنا نستفيد بيها بان احنا موضوع الاوبريشن والمينتنس، ان انا ابتدي ان انا ادخل داتا معينه هيحتاجها بعد كده الراجل بتاع الاوبريشن والمينتنس والفاسيلتي مانجمنت في تدوير المبنى. اوكي، والكلام ده مهم، الكلام ده مهم جدا كمان، لان لو انا بتكلم على الكابكس والاوبكس، الكابكس اللي هو الكابيتال كوست والاوبكس اللي هو الاوبريشنال كوست. اوكي، الكابيتال كوست اللي هو الكوست في مرحله الكونستراكشن، او كوست من اول المشروع ما يبقى فكره لحد ما ينتهي العمل بتاعه، والاوبريشن كوست اللي هي مصاريف التشغيل. لو انا جيت اقارن الاثنين ببعض، ممكن ان انا مصاريف التشغيل بالنسبه لمصاريف الكابيتال كوست تطلع 80% ل 20%. اوكي، فالكابيتال كوست بالنسبه للاوبريشن كوست حاجه لا تذكر. فبنلاقي ان الاهتمام دايما بالكابيتال كوست، ان انا دايما في مرحله الكونستراكشن ومرحله الديزاين انا بعمل بن، مع ان الاستفاده الاكثر من البن في مرحله الاوبريشن والمانتنس. الحاجه اللي بعد كده، بن از نوت ماتشور اناف ان ميديم اند سمول اورجانيزيشن، ودي فعلا بنلاقيها. بنلاقي ان البن في الشركات الكبيره في اهتمام كبير قوي بيه، انما في الشركات الصغيره والشركات المتوسطه ممكن هو ما يكونش فيه اهتمام بيه اصلا. ممكن الناس حتى ما تبتديش انها تنفست فيه او تفكر فيه خالص. طيب، شفنا البوليسي البيلر الاولاني، شفنا البروسيس. ندخل بعد كده على واحد من اهم البيلرز اللي موجوده في البيم، وهو البيبل. اوكي، البيبل احنا بنتكلم دلوقتي عن الناس والانفولفمنت بتاعهم في البيم. البيم بروسيس هنلاقي ان في اول مشكله قبلنا البور كلاينت انفولفمنت. كل الستاندرز اللي طلعت في الدنيا بتقول ان لازم الكلاينت يبقى داخل في عمليه البيم، لازم الكلاينت ينفورس البيم، لازم الكلاينت يبقى فاهم متطلباته ايه وعارف الباك فاير بتاعها ايه، سواء تكنيكالي او ايكونوميكالي. يعني دلوقتي لو انا كلاينت وطلبت طلب معين، انا فاهم كويس جدا ان الطلب ده هيكلف فلوس قد ايه وهيتعمل ازاي. لو انا مش فاهمه ككلاينت، فانا على الاقل انا جايب حد فاهم الكلام ده وفاهم هو بيطلب ايه، وممكن ان هو بيديني عنه فكره. اوكي، بس لازم ان انا ككلاينت يبقى ليا انفولفمنت في الموضوع، ماشي، وابقى فاهم طلباته ايه. lack of training plans. اوكي، ان هو مفيش training plans كافيه. فمعظم الاحيان ببص الاقي ان انا في عندي شركات بتتعامل مع الموظفين على ان هم حاجه ممكن انها تستبدل في اي وقت، فمش ضروري ان انا اصرف او انفست فيهم. ودي ترجعنا اللي هو المثال الجميل قوي، ان هو انا في عندي 100 موظف ممكن اضربهم ويمشوا. لا، انت في عندك 100 موظف ما بيشتغلوش وما يعرفوش حاجه وهيفضلوا قاعدين معاك. اوكي، فاني الافضل تضرب موظف ويمشي، ولا ما تضربوش ويفضل قاعد معاك ويجيب لك خساره؟ not all providers are qualified. بنلاقي ان في بعض الناس اللي بتقدم الخدمات بتاعت البن not qualified at all. اوكي، هو بيبتدي ان هو يتكلم على خدمه البن، والله انا انفذ لك كذا، اعمل لك كذا، مش عارف مين والكلام ده. وفي الاخر ساعه ما بيجي موضوع اللي هو التنفيذ بقى والجد، بنلاقي ان هو في ناس يعني زي بيقولوا كده talking the talk but not walking the walk. اوكي، بتتكلم بس ما بتاديش. البيم للاسف لحد دلوقتي بيستخدم ك 3D درافتنج تول. اوكي، الناس اللي بتشتغل بالبيم بتشتغلوا كدرافتنج تول، ما بتشتغلوش كبروسيس. اوكي،
ما بتشتغلش بالبين ان هو بروس كام ده، لا هو ساعه ما بيتكلم مثلا حد عن البين ممكن هو يقول لك اه البين اللي هو الريفت، لا البين مش ريفت. اوكي البين مش درافتنج تول انا بطلع بيه لوح وبطلع بيه 3 دي موديل وخلاص، البين حاجه ثانيه اكبر من كده. اخر نقطه عندي اللاك اوف بين تكنيشنز، ودي انا مش عارف ممكن ان بعض الناس تشوفها انها حاجه غريبه شويه ان احنا نتكلم عن البين تكنيشنز، بس انا عايز ان انا اقول ان انا من خبرتي برا مصر احنا بنشوف ناس جايه من دول من جنوب شرق اسيا بيتقال عليهم تكنيشنز. الراجل ده عنده خبره في حاجتين، عنده خبره هندسيه مش زي المهندس، عنده خبره درافت مان اوكي مش زي درافت مان، بس هو راجل بيجمع ما بين الاثنين. اوكي راجل بيجمع ما بين الخبره الهندسيه كويسه وبيجمع ما بين خبره الدرافت مان وازاي ان هو يطلع حاجه شكلها حلو جدا اوكي وحاجه البرزنتيشن بتاعها جميل وتتفهم والكلام ده كله. الناس دول في الليفل المتوسط اللي هو لا هو مهندس ولا هو درافت مان، واللي للاسف مش موجودين عندنا حتى للاسف في المجال اللي هو يعني لو بنتكلم على التراديشنال بروسس مش بنتكلم على البن، الناس دول برضو في الاوتوكاد واللي هو البروسس العاديه مش موجودين بكثره. يعني بنلاقي في ناس ابتدت انها خبرتهم تزيد، كان رسام ابتدت خبرته تزيد قوي فابتدى ان هو فعلا يوصل ليفل التكنيشن، ان هو راجل فاهم شويه في الهندسه اوكي وفي نفس الوقت عنده خبره وعين الرسام بيقدر بيها ان هو يطلع حاجه كويسه. انما للاسف دولت مش كتير وما فيش معاهد موجوده عندنا في الوطن العربي او جامعات موجوده عندنا في الوطن العربي او مؤسسات تعليميه بتطلع الناس دي، مع ان الناس دولت مهمين جدا لاي صناعه. دايما الليفل المتوسط دايما مهم جدا لاي صناعه. اوكي نيجي الرابع بيلر، البيلر بتاع التكنولوجي، ونتكلم على ايه المشاكل اللي جواه. اول مشكله مشكله السوفت وير ليميتيشن. اوكي دايما السوفت وير اي سوفت وير احنا بنشتغل بيه فيه ليميتيشن، ريفت فيه ليميتيشن. اوكي ريفت فيه ليميتيشن في ايه؟ في بعض الحاجات مثلا ببص الاقي ان هو الاوتوميشن مش سهل ان هو يتعمل. اوكي بعض الحاجات مش سهل ان انا اعملها مودرن. سيرفيس في دي في مثلا مشاكل ان هو مثلا في المودرن بتاع الشبكات بتاعه الكهرباء ضعيف جدا. اوكي ففي دايما سوفت وير ليميتيشن موجود عندي. مثلا الحاجات مثلا بتاعه البنتلي مثلا ببص الاقي ان انا محتاج اعمل ديفلوبمنت كتير قوي علشان برامج بنتلي تشتغل معايا. اوكي ف اي برنامج موجود عندي فيه ليميتيشن، وان انا اودي الحاجه من حاجه لحاجه ثانيه اللي هو اخر حاجه عندنا اللي هو نو فول انتروبيرابيلتي. اوكي ان انا اخد داتا او اخد موديل اخده من برنامج اوديه لبرنامج ثاني عشان اكمل شغل عليه برضو فيه ليميتيشن وفي معلومات كتيره قوي بتروح حتى لو كان البرنامجين من نفس الشركه. يعني بشوف كتير قوي مثلا لو انا مثلا باخد معلومات من ريفت عشان اوديها للسيرفر 3 دي او باخد معلومات من سيرفر 3 دي عشان اوديها للريفت في حاجات كتير قوي في النص طوع، مع ان الحاجات دي ممكن ان انا عايز ان انا استخدمها في حسابات، ابقى عايز ان انا استخدمها في ان انا اربط عليها بارامترز. اوكي بس في حاجات بتوع. تاني حاجه موجوده عندي او تالت حاجه احنا كده قلنا اول سبب اللي هو او اول مشكله عندي السوفت وير ليميتيشن، تاني مشكله نو فول انتروبيرابيلتي، تالت حاجه الانفراستراكشر ليميتيشنز. اوكي ودي احنا بنشوفها كتير قوي في بعض البلاد العربيه ان هو مثلا البن محتاج انفراستراكشر قويه، محتاج نتوركس قويه، محتاج كهرباء تبقى على طول متوفره، محتاج الانترنت يبقى على طول متوفر. اوكي محتاج الانترنت بسرعات عاليه، محتاج حتى اللاين نتورك اللي موجوده جوه المباني تبقى سرعاتها عاليه عشان تقدر انها تسمح بالكولابوريشن اللي موجود في المؤسسه الواحده. الكلام ده على طول عندنا في البلاد العربيه، في معظم البلاد العربيه في مشكله. في بعض البلاد العربيه الحمد لله قدرت انها تطلع من الموضوع ده، بس مش كل البلاد العربيه قادره انها توصل للمستوى المطلوب عشان يقدموا بين بروسس كويسه. اخر حاجه عندنا في التكنولوجي ودي تعتبر مشكله، ان معظم الناس بتافويد كلاود ابلكيشنز. اوكي معظم الشركات دلوقتي بتحاول انها تنفست في كلاود ابلكيشن. ليه؟ لان انا اي كلاود ابلكيشن بيسمح لي ان انا استعمل الابلكيشن استعمله بصوره شرعيه
وفي نفس الوقت بدفع عليه فلوس اقل من ان انا اشتريه ويبقى موجود عندي. اوكي، معظم دلوقتي الشركات زي شركه اوتوديسك مثلا بتحاول انها تقدم مثلا بيم 360، بنلاقي في بعض الناس بتتحاشى انها تشتغل بيه خوفا من ان هو الداتا بتاعتها تطلع بره او الداتا بتاعتها حد يستعملها او الكلام ده. طبعا انا مش بتكلم عن المشاريع اللي ممكن انها تبقى مشاريع ذات طبيعه خاصه زي مثلا مشاريع الجيش والشرطه والكلام ده، ان هو المشروع نفسه احنا طبيعته ما تسمحش ان هو يحصل له شيرنج على الكلاود، بس في مشاريع تانية ممكن انها يسمح بالشيرنج بتاعها على الكلاود، وللاسف الناس بتافويد خالص الكلاود بتاعت الكلاود، مع ان ممكن انها تحل لها حاجات كتير قوي. ممكن الانفستمنت في الكلاود يخلي مكتب صغير يشتغل بسكيل كبير. فدي كانت المشاكل اللي موجوده على الاربعه بيلرز، اوكي، ودي المناقشه بتاعتها، وان شاء الله في بقيه المحاضره دي احنا هنشوف الحلول بتاعتها المقترحه ايه. قبل ما ندخل على موضوع الحلول انا عايز بس ان اتكلم في موضوع الفيرتيكال والهوريزونتال ديفلوبمنت، اوكي، لان ده يعتبر برضو من ضمن المشاكل الموجوده في البن. لو احنا دلوقتي بنتكلم على البن، ببص الاقي في ناس بتتكلم بتقول احنا وصلنا لانهي بروجكت دايمنشن. احنا عارفين ان البن احنا بنتكلم 3D، ده 3D شيبس والاستعمارات بتاعته. ال4D ان انا بزود على الاكس والواي والزد بزود التايم، اوكي، ودي استعمالات. ال5D بعد ما زودت التايم انا بزود الاستيميشن، بزود الكوست بتاع الاليمنت اللي موجوده وبزود الكوست على الاوفر هيد، اوكي. 6D سستينابيلتي. 7D الفاسيلتي مانجمنت، اوكي. وفي ناس بتقول ان احنا وصلنا دلوقتي لل11D، وفي ناس ثانيه بتقول لا ده احنا وصلنا ل12D. طب جميل قوي، احنا عمالين بنطلع فيرتيكال، اوكي، عمالين بنقول 3D 5D 4D 5D 6D 7D 8D، جميل. بس في كل واحد من دول، في كل بين دايمنشن من البين دايمنشنز دي، في استعمالات كتيره قوي. يعني مثلا على سبيل المثال، في عندي في 3D الاستعمال بتاع الكوردينيشن، البروجكت كوردينيشن، او ان انا اعمل كلاش ديتكشن وكلاش ديتكشن سولفنج، اوكي. كسؤال لحضراتكم، في، ومش عايز طبعا اجابه عليه، انا بس السؤال لحضراتكم عشان افكر فيه مع بعض، في كام شركه موجوده في مصر، او في كام شركه الاصل بتاعها عربي او الاساس بتاعها عربي، او في كام شركه حتى في الوطن العربي ايا كان الاساس بتاعها ايه او راس المال بتاعها ايه، عندها ستاندرد للناس ازاي تعمل الكوردينيشن، اوكي، عندها كلاش كرايتيريا ثابته ممكن انها تتغير لمشروع من مشروع للتاني، بس على الاقل في بذره محطوطه، اوكي. في عندنا كام شركه ليها ستاندرد ازاي الاجتماعات بتاعت الكوردينيشن تتعمل، اوكي. فاحنا دلوقتي احنا عمالين بنطلع فيرتيكالي وعمالين بنقول ان انا عايز ان انا يبقى عندي 3D 4D 5D 6D 11D 12D، بس الاستخدامات اللي موجوده في كل بروجكت دايمنشن، في كل بين دايمنشن، احنا مش قادرين ان احنا نجيب اخرها، مش قادرين ان احنا نحط لها ستاندرد الناس تشتغل بيها. فبالتالي بيبقى مع كل مشروع بيبتدي بنبص نلاقي ان هو كان احنا بنبتدي اختراع، كاني ببتدي ان انا اعمل مشروع من اول وجديد بستاندرد خاص بالمشروع، مش في عندي حاجه انا بعدل فيها، وفي عندي بروسيس ثابته انا ببتدي ان انا اعدل فيها تعديلات بسيطه عشان تفيد المشروع اللي موجود عندي، اوكي. فده اللي مقصود بكلمه الفيرتيكال والهوريزونتال ديفلوبمنت، ان احنا دايما بنركز قوي على موضوع الفيرتيكال ديفلوبمنت، على ان احنا نكتشف دايمنشن جديده، بس ما بنركزش على الدايمنشن نفسه، على البين يوزز اللي جوه الدايمنشن، ازاي نقدر ان احنا نعمل اقصى بينيفيت او نحقق اقصى بينيفيت منها، مع ان هي دي الاساس، اوكي. لو الاساس ده مش موجود يبقى كل ده انا بعمله بعد كده ملوش لازمه. بنتكلم على ان اي بروسيس لو ما اقدرش ان انا اقيسها ما اقدرش ان انا اعمل لها مانجمنت، مظبوط. البروسيس بتاعت الكونستراكشن في العاده دي الكي بي ايز اللي احنا بنقدر ان احنا نقيسها بيها، يعني لو جيت مثلا في اي مشروع، اوكي، قلت ان انا عايز كي بيرفورمانس انديكيتور للمشروع ده، هو الناس بتوع المانجمنت لما هيفكروا في كي بيرفورمانس انديكيتور، اي كي بيرفورمانس انديكيتور لازم تبقى الخاص بتاعته ان هو اقدر اقيسه، دي وحده ميجرمنت، اوكي، ويقدر ان هو يديني انديكيشن واضح، تمام. فالناس بتروح لايه؟ بتروح مثلا مان اورز سبنت بروجكت،
اوكي عدد الساعات المستهلكه في البروجكت، سبيد اوف ديفلوبمنت، السرعه في الديفلوبمنت اللي كانت موجوده في البروجكت، اوكي الريفينيو بير هيد اللي هو حاجات كلها تقريبا شغاله على اي مشروع وممكن انها تحقق على اي مشروع وممكن انها تقاس على اي مشروع. اوكي وعلى فكره هي برضو ابليكابل على البن، قلنا لو اس مثلا عن طريق مان اور او عن طريق اللي هو السبيد اوف ديفلوبمنت او الاي تي انفستمنت بير يونت اوف ريفينيو او كاش فلو او برسنتج اوف كوست ريدكشن او البيدز وون اور وين برسنتج او الكلام ده، انا هقدر ان انا برضو اطبقه على البن. بس خلينا نتكلم في حاجه ونتكلم فيها بصراحه قوي، هل دي كل كي بي ايز اللي انا اقدر بيها ان انا اقول الكوست بتاع البن ناجح عندي في المؤسسه بتاعتي ولا لا؟ من وجهه نظري لا، ودي كانت حاجه من ضمن الحاجات اللي انا عملتها في البحث بتاع الماجستير بتاعي، ان هو انا معترف ان الكي بي ايز حاجه المفروض انها تبقى ميجرابل، المفروض انها تديني انديكيتور صح في البروسيس، بس مش دايما بتبقى هي اهم حاجه، في حاجات تانية مش ملهاش وحده قياس بس ممكن انها تقول لي زكاه البروسيس صح ولا لا. طب زي ايه؟ زي مثلا ان الشركه يبقى ليها سمعه افضل في الريبيتيشن، اوكي زي ان انا احقق حاجه اسمها كلاينت ساتسفاكشن، ان الكلاينت بتاعي يبقى مبسوط، اوكي بيتر برودكت، بيتر ار اف ايز كواليتي، ان انا الار اف ايز اللي تتبعت لي حتى وانا في الموقع يبقى ليها قيمه، ما يتبعتليش ار اف اي ابص الاقي ان هو مثلا بيسال مثلا ليه اللوحه دي مش واضحه، اوكي بيتر تيم، ان انا التيم اللي عندي يبقى حصل له ديفلوبمنت، اقدر ان انا بعد كده لما يجي لي مشروع ايا كان المشروع ده هو معقد او لا، التيم اللي عندي يبقى تيم قوي يقدر ان هو ادخل بيه اي مشروع انا مطمن، اوكي الاكسبانشن ان سيرفيسز بروفايدنج، ان انا بدل ما بقدم خدمه واحده، اوكي بقدم مثلا خدمه ديزاين، لا انا بقدم خدمه ديزاين وبقدم مثلا جنبيها خدمات البن بقى وبتعديلاتها بقى للبنز كلها، بقدم مثلا 4D، بقدم 5D، بقدم خدمات ثانيه ممكن انها تكون ما كانتش موجوده قبل كده لو انا بتحقق او لو انا بستخدم الكروس بتاعت البن. بيتر كولابوريشن بين ستيك هولدرز اند اونر، بيتر كوست كنترول. فاللي انا عايز ان اوصل له هنا ان هو مش دايما الكي بي ايز اللي انا بقدر ان انا اقيس بيها المشاريع العاديه بتبقى فير في ان انا اقيس بيها واقول النجاح بتاع البين بروسيس ده هو كويس ولا لا من عدمه. دايما في حاجات تانية في اي بين بروسيس ممكن انها بتقيس نجاح البين بروسيس، اوكي غير الكي بي ايز العاديه اللي موجوده في بقيه المشاريع. طيب نيجي بقى للجد، so how can we make the most of them؟ زي ما اتكلمنا عن مشاكل بتاعت الاربعه pillars، اوكي هنتكلم على الريكومنديشن اللي احنا نقدر ان احنا نعملها عشان نحل المشاكل بتاعت الاربعه pillars دي ونحقق الاستفاده الافضل من العمليه بتاعت البن نفسها. فزي ما بدانا بالبوليسي هنتكلم برضو على البوليسي، ان هو الجفرمنت تول، اوكي ايه اللي يخلي الانفورسمنت بتاع جفرمنت تول، اوكي ايه اللي يخلي الدوله تبتدي انها تتدخل في البن وتبتدي انها تقول ان هو لازم ان هو يبقى فيه بن بيتعمل عندي او الكلام ده؟ احنا انت دلوقتي لو ابتديت انك انت كل واحد فينا اكيد ليه علاقات واكيد يقدر ان هو يوصل الصوت بتاعه ان هو يبقى فيه يا جماعه يبقى فيه استفاده للدوله من البروسيس، ان الدوله نفسها تقول ان هو المشاريع اللي بتتعمل فوق مثلا فوق تكلفه كذا لازم ان هو يبقى ليها موديل، اوكي يبتدي ان هو يبقى فيه توعيه، اوكي للناس كلها اللي شغاله ايه هو فايده البن، هيقدر ان هو يفيدنا بايه، اوكي الكلام ده دورنا احنا. لو احنا قدرنا ان احنا نوصل الدور ده الحكومات هتبتدي انها تهتم بالبن وهتبتدي انها تعمل له قيمه وهتبتدي انها حتى تغير النظره بتاعتها للسوق وتغير النظره بتاعتها بالنسبه حتى للموافقات على المشاريع، اوكي زي ما حصل في بلاد كتير بره. طيب ان الماركت نفسه يحصل له شويه تغيير في المايند سيت بتاعته، هو دي سهله؟ هي اكيد مش سهله، اوكي اللي مقصود باللي انا بقوله ده ايه؟ الماركت بتاعنا على طول اللي بيسوقه هو التكلفه، ما بيسوقش الكواليتي، اوكي مش زي مثلا الماركت مثلا في اليابان اللي دايما بيسوق الكواليتي، ان هو كل ما يبقى مثلا المقاول بيقدم مشاريع في وقت اقل وكواليتي اعلى هو ده المقاول اللي ياخد شغل اكتر،
احنا عندنا المقاول اللي بيأدي مشاريع بتكلفه اقل هو ده اللي بياخد شغلك. اوكي بس كواليتي مش موجود. بس لو ابتديت ان انا ادرس المواضيع وابتديت ان انا اتكلم اكتر في المواضيع بتاعه الكواليتي، بقيت اقنع الناس باهميه الكواليتي بتاعه المشروع واهميه المشروع يوصل في صوره في وقت اقل، وان مش ضروري التكلفه. لو التكلفه قليله بس المشروع بدل مثلا ما ياخد سنه في التنفيذ خد 3 سنين، اوكي انا ما عملتش حاجه. انا كان ممكن ال3 سنين ده هي او السنتين اللي رايحين دول يبقى فيهم ريفينيو داخل العميل اكتر من التكلفه اللي اتدفعت، او اكتر من التوفير في التكلفه اللي اتدفعت في 3 سنين. فلازم ان هو يبقى فيه نظره ثانيه للسوق نفسه، لطبيعه السوق، ان هو ما يبقاش دايما الموضوع كله لور بيدر. اوكي على قد ما هو الموضوع يدخل فيه كواليتي كمان. الحمد لله بقى في تطوير عندنا في بعض البلاد، ان هو بقى في لوكال ستاندرد وكود. اوكي بنلاقي ان هو دلوقتي بقى في مثلا في كود المصري اللي الواحد فعلا انبسط جدا لما طلع كود في مصر بيتكلم عن البن وبيتكلم عن الكروس نفسها بتعمل ازاي. اوكي ونتمنى ان بقيه البلاد العربيه كلها يبقى في اكواد تحكم الموضوع بتاع البن وتتكلم فيه، ان هو كي يكون في حاجه لوكال بن بروفايدرز فور رانكينج سيستم. بمعنى ايه؟ ان دلوقتي يبقى في عندي في كل بلد حاجه زي رانكينج سيستم للمكاتب اللي بتقدم خدمات بن، ان هو ممكن انها تبقى منظمه غير هادفه للربح، تبتدي انها تقيم المكاتب او تقيم الشركات اللي بتقدم الخدمه بتاعت البن، وتبتدي انها على حسب فاكتورز معينه تدي تقييمات، ان هو مثلا الشركه الفلانيه تقدر انها تشتغل في مشروع المستوى بتاعه كذا، وتقدر انها تقدم بن يوزز زي مثلا تقدم 3 دي كوردينيشن، تقدم 4 دي، بس ما تقدرش انها تقدم 5 دي مثلا. اوكي يبقى في رانكينج. اوكي عشان الناس اللي بتنفست انفستمنت حقيقي، الناس اللي عندها خبرات حقيقيه ما تحسش انها تتظلم. اوكي واول ما يبقى في رانكينج، الناس اللي حتى ما بيقدوش او يعني ما فيش عندهم حاجه تشجعهم ان هم يقدموا، هيكون هم يلاقوا ان هو في حافز ده. انا والله لو اشتغلت اكتر على نفسي، لو اشتغلت اكتر على التطوير بتاعي هلاقي مردود، هقدر ان انا اعلي الرانك بتاعي. اوكي انما لو نفضل زي ما احنا من غير لا رانكينج ولا حاجه، واللي بيشتغل زي ما بيشتغلش، والموضوع معتمد بس على الورد اوف ماوث، اللي هو فلان ده كويس، طب انت جربته؟ لا بس اسمع ان هو كويس، من غير ما يبقى فيه كرايتيريا حقيقيه علشان رانكينج، لا الموضوع عمره ما هينفع. اوكي طيب بالنسبه للبروسيس، لازم ان هو يبقى دايما السؤال بتاع انت عايز تعمل ايه بالبن، ما نكسبش ان احنا نقوله للعميل او الممثل بتاع العميل. لازم دايما في اي اجتماع بتاع بن، طالما في بن بروجكت هيتعمل، لازم دايما نسال انت عايز تعمل ايه بالبن. اوكي لان كتير قوي انا بلاقي ان هو في بعض العملاء اللي بيتكلموا انت عايز بن، انا عايز بن، عايز ايه في البن؟ انا عايز كل حاجه. طب هتعمل ايه كل حاجه؟ مش عارف بس انا عايز كل حاجه. لا ما ينفعش. اوكي لازم ان احنا نوصل الفكره بتاعت انك انت لو عايز كل حاجه من البن، انت في الاخر انت بتدفع فلوس كتيره، واللي هي يقدم لك الخدمه دي هياخد وقت كتير، فده مش في مصلحتك. لازم ان احنا نحدد مع بعض، انت كعميل وانا كواحد جاي اقدم لك خدمه البن، او كواحد جاي اقدم لك استشاره في المجال بتاع البن، لازم ان انا اوصل لك الحاجه اللي انت عايزها من غير تكلفه زياده ومن غير وقت زياده عليك. فحاول دايما ان اوصل الفكره دي للعميل. طبعا كلنا بنقدر ان احنا نتفاهم، وكلنا بنقدر ان احنا نتعامل مع العملاء، ونقدر ان احنا نوصل الفكره باحسن صوره ممكنه. تاني نقطه في البروسس، ان هو يبقى في ديماركيشن واضح ما بين الرول بتاعه الناس كلها اللي شغاله في المشروع. يعني مثلا في كتير من المشاريع اللي انا اتعاملت فيها ما بيبقاش فيه ديماركيشن واضحه للرول بتاع الاستشاري والرول بتاع المقاول. بنلاقي ان في مثلا في بعض الاحيان بيطلب 4 دي من الاستشاري. اوكي طب 4 دي من الاستشاري هيتعمل ازاي؟ يعني انا دلوقتي مثلا لو انا بعمل سكيدول، اوكي ديتيلد سكيدول، اوكي فاثناء التنفيذ ده طبعا ده ليه قيمه. اوكي لان انا ساعتها كل مثلا كل كونتراكتور ليه طريقه مثلا في التنفيذ. اوكي في بعضهم بيبتدي بالكور وبعد كده بيبتدي بقيه المبنى، في بعضهم بيطلع دور. اوكي انما الاستشاري هيقدم ازاي الفور دي؟
فلازم ان هو يبقى فيه ديماركيشن واضحه لكل رول وايه اللي مطلوب من كل واحد، اوكي، وايه اللي ما ينفعش يطلب من كل واحد. طيب لازم ان هو البروجكت نفسه يبتدي بالبيم، وان هو يبقى دايما البيم موديل ده بيحصل له تطوير على مدار المشروع. ما لاقيش ان انا مثلا الراجل بتاع الكونسبت عمل الكونسبت بتاعه بالتو دي وشويه ريندر وخلاص الموضوع واقف على كده، وبعد كده الاستشاري راح عامل موديل، الموديل ده اتعمل والله كان ديم وجميل جدا وخلاص على كده، وبعد كده اتعمل في الزباله، وبعد كده يدخل المقاول يروح عامل الموديل جديد قوي ويتكلم على اللايبيليتي ان انا مش هاخد اللايبيليتي بتاعه المشروع ومش هاخد الموديل من الاستشاري، والاستشاري يقول ان انا لو عايز ان انا ادي الموديل ده للمقاول لازم ان هو يدفع عليه فلوس، مش عايزين الكلام ده كله. انا في عندي مشروع شغال بالدم المفروض ان هو يبقى فيه موديل، والموديل ده بيستعمل من اول مشروع بيحصل له ديفلوبمنت لاخر المشروع، فبالتالي التكلفه تبقى اقل، ونقدر في الاخر ان احنا فعلا نحقق اللي هو المكسب الكامل اللي كل الكتب بتتكلم عليه وكل الناس بتتكلم عليه بره انها مش شايفينه عندنا هنا في الوطن العربي. لازم ان هو يبقى كلاينت او الاند يوزر، اوكي، هو الموديل اونر. كتير قوي بنلاقي في شركات بتقول والله انا عامل الموديل ده علشان الكوردينيشن بتاعي، اوكي، مش عامله عشان حاجه تانية. لو انت هتاخد الموديل ده اعمل حسابك انت مش هتستعمله في حاجه، او لو انت هتاخد الموديل ده انت لازم تدفع لي فلوس زياده. مفيش حاجه اسمها كده. لو انا دلوقتي نفس المبدا اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه في النقطه اللي فاتت، ان دلوقتي انا في عندي بروجكت شغال بالبن، المفروض دايما ان هو يبقى في موديل، الموديل ده بيتطور والموديل ده بيروح من واحد للتاني وفي الاخر بيرسى عند العميل او ممثل العميل او الراجل بتاع الاوبريشن مينتنس. انها ما ينفعش ان كل شركه تقول الموديل ده بتاعي وانا مش هديه، كانه سر حرب. انت بتعمل بروجكت، فكر فيه. لو انت كنت زمان بتقول البلانز مش هديها للعميل، يبقى من حقك انك انت تقول دلوقتي الموديل مش هديه للعميل، اوكي. لازم البروس نفسها تبقى تبص للتيم وتبص للتطوير بتاعه، اوكي. لازم ان احنا نعمل افويد للاوفر ديبيندنج، خصوصا لو هو مش هنعمل بيه حاجه. ما يبقاش كل همنا البين بروس ان هو يطلع الموديل باحسن شكل واحسن ديتيل، وفي الاخر الشكل والديتيل ممكن ما يبقاش مستعمل ويتسبب في ان انا يحصل ريستريكشنز في الهاردويرز اللي شغال عندي وفي السرعات وفي التسليمات، وان انا ابص الاقي ان انا مثلا مع كل تسليمه بطلع هارد ديسك عشان اسلم عليه، اوكي. لازم ان انا على قد ما اقدر طالما المشروع مش مستدعي ان انا اعمل اوفر ديتيلنج احاول ان انا ابعد عن الاوفر ديتيلنج. طيب بالنسبه للديبر، المفروض ان هو احنا بنتكلم بقى على الناس ان هو تبتدي انها توصل الكالتشر. احنا بنتكلم على الناس اللي هم الناس اللي عندهم خبره كبيره في البن، انها توصل الكالتشر بتاعت البن للكلاينت، اوكي، في انها توصل ايه اهميه الكلاينت في ان هو يبقى ليه دور بيساعد البن، ماشي. ايه هو الاستفاده من البن؟ ايه الاستفاده في ان انا اوصل للكلاينت نفسه من الحته اللي هو عايزها؟ الفلوس، راس المال. انا دلوقتي لو قدمت بن بروسس صح انت هتكسب ليك عميل، اوكي، هتكسب ليك وقت، هتكسب ليك فلوس. على مستوى التشغيل، هل الاوبريشن ومينتنس هيحصل بسرعه احسن ولا لا؟ لازم الكلام ده هو يوصل للعميل، اوكي. لازم ان انا دايما اكلم العميل واحاول ان انا اوصل له ايه اهميه المشروع كله يبقى معمول بالبن، اوكي، مش ان هو في الاخر نبص للبن على ان هو والله انا في بن خلاص يبقى انا عايز موديل في الاخر وما يهمنيش اللي بيحصل في النص. انا بلاقي الكلام ده كتير بيحصل، ان هو في مشاريع بتبقى كلها قايمة اوتوكاد وفي الاخر خالص بيتعمل الموديل، والموديل ده ممكن ان هو ما يبقاش اكيوريت 100%، ما استفدناش باي حاجه في الموديل ده في المشروع، ما اتعملش كوردينيشن، ما اتعملش حاجه، والمشروع في الاخر خسر ويحسب على البن ان هو اتعمل بيه، اوكي. لازم ان انا يبقى في كلاينت اي اي ار اللي هو الامبلوير انفورميشن ريكويرمنت، اوكي، والايرلي انفولفمنت من الكلاينت. احنا ده كله احنا عاملين بنتكلم على دور الكلاينت، دور الكلاينت، دور الكلاينت، دور الكلاينت فعلا مهم جدا، وحتى في الايزو الجديد بيتكلم في معظم الاحيان على دور الكلاينت ان هو قد ايه مهم في اي بين بروسس، وان الكلاينت لو ما لهوش دور في البين بروسس البين بروسس كلها هتعتبر فاشله، اوكي. لازم ان هو يبقى فيه سبيسيفيكيشن واضحه
للبيم مانجمنت تول. اوكي، الناس بتوع البيم مانجمنت بيعملوا ايه، تمام، وان هو يبقى دايما مفهوم الرول بتاعتهم ايه في كل مشروع. ماشي، لان هو في بعض المشاريع بنبص نلاقي ان هو مطلوب بيم مانجر. مين البيم مانجر؟ بنبص نلاقي مثلا مين اللي فاضي يا جماعه، فلان، طب تعالى، طب انت بتعرف تعمل بيم اكسكيوشن بلان ده، طب انت ايه الاستراتيجي بتاعتك الكوردينيشن، والله هنعمل كوردينيشن، طب هتعملها ازاي، ما اعرفش. اوكي، لا، لازم ان هو يبقى فيه دور واضح في البيم مانجمنت. اوكي، سواء بيم مانجر او بيم مانجمنت تيم، لازم ان هو يبقى معروف الدور بتاعه في المشروع ايه. لازم الناس حتى اللي هتدور اللي هتقوم بالدور ده تبقى كواليفايد انها تقوم بيه. لازم ان هو يبقى فيه تمرين للمهندسين في السايت. اوكي، البيم بيشاهد 3D، لو انا ما اعرفش الحاجه في السايت بتتعمل ازاي مش هعرف الناس. يعني ما ينفعش ان انا مهندس يبقى لسه حديث تخرج واطلب منه ان هو يعمل ديتيله كامله في البيم لحاجه هو ما شافهاش في الطبيعه. اوكي، فلازم ان هو يبقى في تدريب للمهندسين، ينزلوا يشوفوا الحاجه في السايت بتتعمل ازاي عشان يقدر بعد كده ما يجي يعملها موديلنج يعملها مظبوط. اوكي، لازم ان هو في الجامعات وفي المعاهد الفنيه وفي الكلام ده كله يبقى فيه صحافه الكولابوريشن نفسها، ان هو يبقى فيه مشاريع بتتعمل والناس بتبتدي انها تتعامل فيها من كذا قسم. يعني بنلاقي في الجامعات بره بنلاقي ان مثلا القسم المعماري وقسم الكهرباء وقسم الميكانيكا عملوا مشروع تخرج واحد. هنا في مصر قليل جدا لما بنلاقي المشاريع دي، وممكن لو لقينا المشاريع دي هنا نلاقيها مثلا ما بين قسمين مش اكتر، مع ان الثقافه نفسها مجرد ما بنتخرج وبنبص بقى نلاقي بقى نحتاج في سوق العمل، بنلاقي ان هو ما فيش حد بيشتغل في مشروع لوحده. بنلاقي ان انا مطلوب مني ان انا اتعامل مع معماري انا ما اتعاملتش، انا كمهندس ميكانيكا مثلا اول ما اتخرجت لقيت ان انا مطلوب مني اتعامل مع معماري انا ما اتعاملتش معاه قبل كده، اتعامل مع مهندس الكهرباء واتكلم معاه في مصطلحات ممكن ان انا اكون درست بعضها ان انا مش فاهم كل حاجه عن شغله. اوكي، فلازم ان هو يبقى في اثناء الدراسه نفسها الثقافه بتاعت الكولابوريشن، ثقافه التعاون ما بين الاقسام تبقى موجوده، علشان الناس اول ما تتخرج وتبتدي انها تتعامل مع بعضها ما لاقيش الجزر اللي بتحصل، ما لاقيش ان كل واحد فاكر ان هو اللي بيعمل الشغل كله والباقي ما بيشتغلش، مع ان الكلام ده مش صحيح. اخر حاجه نتكلم فيها عن البيبل ان هو يبقى فيه تكنيكال انستيتيوتس. اوكي، ان هو يبقى فيه تكنيكال انستيتيوت اللي بتخرج لي التكنيشنز، البيم تكنيشنز او تكنيشنز في العموم، سواء حتى في البيم او في التراديشنال واي. بالنسبه للتكنولوجي مش هنتكلم فيها كتير، احنا عايزين يبقى فيه سوفت وير افضل. اوكي، عايزين يبقى الانتجريشن ما بين السوفت وير احسن، عايزين الانفراستراكشر نبتدي ان احنا نهتم بيها اكتر. اوكي، يعني حتى في ال حتى في المكاتب الاستشاريه او في الاماكن بتاعت الشغل يبقى فيه انفراستراكشر احسن، يبقى فيه لان افضل. اوكي، عايزين يحصل اوتوميشن كتير في المشاريع، نهتم بالار ام دي. في شركات كتيره قوي ما بتهتمش بالاوتوميشن، ما بتهتمش بالار ام دي اللي هو ريسيرش اند ديفلوبمنت عندها. عايزين ان هو يبقى فيه دايما داتابيز، داتابيز موجوده عندنا للفاميليز، داتابيز موجوده عندنا للمشاريع، بحيث ان انا ما ابداش كل مشروع تاني فروم سكراتش. اوكي، معلش انا هوقف ثانيه علشان بس نتاكد هل البرزنتيشن لسه شغاله ولا لا. باشمهندس عمر، باشمهندس محمد، باشمهندس عمر حضرتك الدنيا شغاله ولا لقينا؟ بلاحظ ان المهندس عمر بيحاول ان هو يتصل بيك. طيب تمام، نكمل. لا لا، هو مهندس عمر اتخرج بس. اتفضل. طيب تمام، اتفضل. اوكي ماشي. طيب دلوقتي احنا خلاص، احنا يعتبر ان احنا في اخر حاجه في البرزنتيشن بتاعتنا. هنتكلم بقى على الحاجات بقى اللي هي بقى اللي تهم الناس اللي هو عايزين هم يستثمروا في المجال بتاع الدم. اوكي، ايه الافكار، ايه الاماكن اللي انت ممكن انك انت تستثمر فيها في المجال بتاع الدم ودخلك فلوس؟
فهنتكلم في حاجه مثلا زي مجال الايديوكيشن. اوكي احنا ممكن ان احنا لو انا حد عفوا لو انا حد دلوقتي حد ان انا استثمر في مجال البيم وحد ان انا يبقى لي دخل ثابت, انا ممكن ان انا استثمر في مجال البيم في ان انا اقدم ايديوكيشن, ابتدي ان استثمر لو انا مؤسسه كبيره استثمر في التكنيكال انستيتوتس. اوكي لو انا مجرد ترينر صغير ممكن ان انا او حتى المؤسسات الكبيره حتى في يعني في الجو اللي احنا فيه دلوقتي ده الاونلاين تريننج بيبقى حاجه مفيده جدا طبعا. ان يبقى في عندي الو من فضلكم لو في حد فاتح الميكروفون يا ريت يعملوا ميوت شكرا. ان يبقى في عندي برامج تدريبيه كامله تدي سيرتيفيكيشنز في البين مانجمنت مثلا. يعني انا فاكر من كام سنه ساعه ما كنت حابب ان انا اعمل سيرتيفيكيشن في البين مانجمنت قعدت ادور على مكان في الوطن العربي بيدي سيرتيفيكيشن في البين مانجمنت للاسف ما لقيتش. اوكي واضطريت في الاخر ان انا اخد في UK. فليه احنا برضو ما يبقاش في عندنا مؤسسات زي الاشري زي الار اي سي اس زي الكلام ده هو اللي تدينا سيرتيفيكيشن في المجال بتاع البيم. اوكي الانفستمنت في اليونيفرسيتي ان هو يبقى فيه نيو بروجرامز بتتكلم على البيم او بتتكلم على الكولابوريشن. اوكي ان هو يبقى فيه انفستمنت في تريننج سيستم. اوكي ففي الحته بتاعه الادوكيشن دي الحاجات اللي ممكن ادي فيها انفستمنت. وطبعا احنا بنتكلم كمؤسسات وكافراد. اوكي ممكن افراد يعملوا الحاجات اللي هو صغيره المؤسسات تبتدي تعمل حاجه كبيره في مجال الكوميونيكيشن. اوكي ان انا يبقى فيه عندي اعمل انفستمنت اكتر في الانفورميشن مانجمنت. اوكي وفي سي بي اي سيرفيسز. الناس اللي بتشتغل بره مصر والناس دلوقتي حتى اللي بتشتغل جوه مصر الناس اللي بيتعاملوا مع البيم 360, البيم 360 هو ده بلاتفورم متقدم من اوتوداسك. اوكي بس في كتير قوي شركات تانية بتقدم نفس الخدمة. هي اكيد ممكن ما تبقاش نفس الخدمة بالظبط بس هي خدمة قريبة من الخدمة بتاعت البيم 360 وممكن تكون بتقدمها بأسعار اقل. واحنا في عندنا بروجرامرز كتير وفي عندنا ناس مهتمه قوي بانها تعمل بلاتفورم زي كده. فاحنا بره مصر بنشوف كتير الناس اللي بييجوا يعرضوا علينا خدمات سي دي اي كومن داتا انفايرمنت او خدمات انفورميشن مانجمنت. اوكي خدمات مثلا زي برامج زي اللي هو بيم 360 بس بتقدمه خدمه شركه صغيره فبالتالي بيبقى التكلفه بتاعته اقل مثلا من بيم 360. ففي ناس ممكن تنفس في الكلام ده هو ممكن انها تعمل منه افكار كويسة وانها تسوق الافكار دي وان شاء الله هتلاقي سوق طبعا. في المجال بتاع الانفراستراكشر اوكي الشركات لو ابتدت انها تنفس في الهاي سبيد لان لو ابتدى ان هو يدرس الموضوع ده هو على المدى الطويل هنلاقي ان هو المردود بتاعه كويس جدا لانه هيوفر لي ساعات كتيرة قوي من الانتظار عشان مشروع يعمل سينكرونيزيشن او يعمل يتنقل الداتا من مكان للتاني او لو انا مثلا في عندي كذا فرع مثلا موجود داخل مصر او برا مصر او موجود في دول مختلفة قادر ان انا اعمل بينها كوميونيكيشن. في بعض الشركات بتقدم ديديكيتد انترنت لاينز للشركات الكبيرة اوكي او حتى المكاتب الصغيرة كوردينيشن ما بينها. في بعض الناس اللي ممكن انها تنفست في سايت مايكرويف تاورز انها تقدم الخدمه بتاعت المايكرويف تاورز للسايت. اوكي وفي بعض الشركات اللي اوريدي بتشتغل في الكلام ده هو في مصر او خارج مصر. اوكي انها بتقدم حاجه زي النتورك العاديه بس عن طريق المايكرويف تاور. اوكي فبتقدر انها تقدم انترنت بسرعه عاليه جدا بيقدر ان هو يخدم ويقدر ان هو يعمل كولابوريشن زيه زي الانترنت العادي. بالنسبه للمجال بتاع السوفت وير ديفلوبمنت احنا ممكن ان احنا نستثمر في المجال بتاع السوفت وير ديفلوبمنت ان احنا نعمل مثلا حاجات زي اوتوميشن في الشركات الكبيره ان هو علشان نخلي الموضوع يبقى يتعامل بشكل اسرع ويتعامل بصوره افضل ويتعامل بتكلفه اقل ان هو اعتمد اكتر على التولز بتاعه الاوتوميشن اللي زي داينامو وزي جراس هوبر. اوكي بالنسبه لمستوى الافراد بانك انت تعمل حاجات زي الاد انز تتباع او برامج صغيره بتعمل اوتوميشن او برامج صغيره بتحل حاجات معينه وتبيعها. اوكي
وكتير قوي من الناس بتبتدي انها تعمل حاجات زي كده وتبيعها على المنصه بتاعت اوتوديسك او بلاتفورمز ثانيه اللي ليها علاقه بالبن، وبيبقى ليها مكاسب كويسه لو انت عايز تعمل انفستمنت برضه في الكلام ده. بالنسبه للمانيفاكتشرنج اوكي، بنتكلم على ان هو نعتمد اكتر على الستيل بري فابريكيشن اوكي، والبري فابريكيشن في الباس، البري فابريكيشن في العموم ان احنا لو انا دلوقتي عايز ان انا اقدم حاجه كويسه، انا ممكن ان انا لو شركه كبيره انا دلوقتي بتعامل اكتر او بحاول ان انا اتارجت اكتر الحاجات اللي بتعملها في بري فابريكيشن، ولو انا حد موزع او حد بيقدم مثلا خامات او الكلام ده، هو ان انا ابتدي ان انا اقدم الخدمه بتاعت البري فابريكيشن. يعني انا لو مثلا لو ورشه ابتدي ان انا اشوف ايه اللي مطلوب مني علشان اقدم حاجه اعمل لها بري فابريكيشن اوكي، ابتدي مثلا اجيب مثلا ماكينات سي ان سي وابتدي ان انا اتعامل مع المودلز اللي بتطلع اوكي، واقدم حاجات بري فابريكيتد للمواقع. ده انفستمنت كويس ليا كفرد او كشركه صغيره اوكي، ان هو يبقى فيه سيرشنج اكتر على البري فابريكيتد بيلدينج اوكي، من ناحيه مثلا المعماري ومن ناحيه الكلام ده، هو ان هو في حاجات اعتمد اكتر فيها على البري فابريكيشن سواء من الورش او سواء حتى من الشركات او الكلام ده، فيبقى في سوق جديد ممكن ان هو ما يبقاش موجود عندي بكثره في مصر او بكثره في الوطن العربي اوكي، وابقى في نفس الوقت بقدم خدمه ممكن ان انا ما تبقاش موجوده بكثره. ولو انا بتكلم انا مثلا ليفل ورشه او ليفل مصنع صغير وبيعمل في بري فابريكيشن، اكيد هيبقى لي كومباتيتيف ايجي كويسه جدا على بقيه المصانع والورش الثانيه. الاوت سورسنج، احنا ممكن في البن نستغل الحاله الاقتصاديه اللي موجود فيها العالم دلوقتي، ان احنا معظم البلاد العربيه يعتبر سعر العمله فيها اقل بكتير قوي بالنسبه للبلاد الثانيه، وده اللي بعض الشركات ابتدت انها دلوقتي بتعمل، انها بتعمل حاجه زي باك اوفيس مثلا في مصر، باك اوفيس مثلا في بلاد ثانيه، بحيث ان هو الشغل اللي مطلوب في البلاد الخارجيه يتعمل في مصر اوكي. فلا ليه ما نوسعش كمان الكلام ده، هو نبقى زي مثلا بلاد زي الهند، اللي هو انا في عندي ناس بس مستواهم اعلى بكتير قوي من مثلا من البلاد اللي حواليا او البلاد اللي هي اللي بتقدم اوت سورسنج اوكي، ونبتدي ان احنا نعتمد اكتر على الاوت سورسنج في ان احنا نعمل مكاتب كامله او حتى مكاتب اونلاين تاخد شغل وتقدمه بمستوى كويس اوكي. فدي برضو من ضمن الافكار بتاعت الانفستمنت اللي ممكن نعمل في البيم ويبقى المطلوب بتاعها كويس جدا اوكي. ان انا كمكاتب او كافراد اقدم نيو سيرفيسز اوكي، ابتدي ان انا مثلا اقدم مثلا سيرفيسز مثلا مش منتشره كتير زي الاوجمانتد رياليتي. الاوجمانتد رياليتي برامج الاوجمانتد رياليتي اللي هي اللي بتجيب المودل وتطبقه على حاجه في الواقع اوكي، او ان انا مكتب متخصص في الفور دي بلانينج، او ان انا مكتب متخصص في الليزر سكانينج، او ان انا مكتب متخصص في البيم مانجمنت او لايف تراكنج اوكي. في استخدامات قوي، في بين يوزز كتير قوي محتاجه ناس انها تقدمها، والناس اللي بيقدموها قليلين جدا. فلو فكرنا في الانفستمنت في المجال ده ممكن ان احنا نلاقي ان هو المجال ده هو لسه ما بقاش ريد اوشن، ولسه محتاج انفيدرز دي، ولسه في فلوس كويسه ممكن الناس تعمل كده. يبقى يعتبر هو النهارده ان شاء الله خلصنا اوكي. واتمنى ان اكون افدت حضراتكم، وانا مستعد دلوقتي لاي سؤال من حضراتكم. شكرا. شكرا باشمهندس حسين على المحاضره الرائعه دي. اتمنى لو اي حد عنده سؤال يعمل ريز هاند وانا هفتح المايك على طول. باشمهندس خالد، اتفضل باشمهندس خالد. صوتي باين كده؟ ايوه. اولا انا بشكر حضرتك طبعا على الكلام ده كله. انا لسه طالب في ثالثه مدني، بس انا استفدت جدا من المحاضره دي، كنت عايز اسال حضرتك في ثلاث حاجات بس. اول حاجه، هو انا احنا عندنا في الجامعه تقريبا، انا في هندسه القاهره، ما فيش حد بيدينا اي تراك نمشي عليه او اي حاجه ليها علاقه بالبيم، او حد بيقول لنا اصلا ايه الكلام ده، هي كلها بتبقى سيلف ليرنينج. تمام. فحضرتك تنصحني بايه ان انا امشي في التراك ده؟ يعني انا ابدا بايه عشان امشي في التراك ده؟ ان انا في ناس كتير قالوا ان هو المجال ده ما فيهوش ناس كواليفايد كتير.
تمام. فلو عايز ابقى شخص كواليفايد فيه بقى حضرتك تنصحني ايه امشي ازاي؟ طب تاني معلش حضرتك تالتة مدني مظبوط ولا؟ تمام. طيب علشان تشتغل في البن اوكي، البن ما يعتبرش مجال لوحده، يعني في ناس كتير قوي بتقول ان هو انا هشتغل في البن فهبقى بن كوردينيتور او هبقى بن مانجمنت او بن مانجر او انا بالنسبه لي وبالنسبه للناس اللي شغال في البن كتير، البن مش مجال، البن هو المشروع نفسه بيتعمل ازاي. يعني البن الناس اللي بتشتغل مثلا اوتوكاد ده بالنسبه لي هو بن ليفل 0 مثلا اوكي، الناس اللي بتشتغل مجرد 3 دي ده بيم ليفل 1، الناس اللي بتشتغل 3 دي كوردينيشن وكولابوريشن ده بيم ليفل 2 اوكي، وفي سي دي اي والكلام ده. فان انا ابقى عارف ان انا اشتغل هندسه دي حاجه مهمه اوكي، قبل ما اقول ان انا اشتغل بيم اوكي. انا لو مهندس كويس، لو انا عارف دوري ودور بقيه الناس اللي حواليا وعارف ان انا اتفاعل معاهم اوكي، ده في حد ذاته هو المبدا بتاع البيم، لان المبدا بتاع البيم هو كولابوريتيف بروسيس قبل ما يبقى 3 دي اوكي. فساعه ما تقدر انك انت تشتغل كولابوريتيف بروسيس كويس جدا وتقدر انك انت تبقى قوي في مجالك وبعد كده تشوف بقيه المجالات الثانيه واحتكاكك بيهم ايه اوكي، في الوقت ده انا بقول لك انت 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 اوريدي شغال بيم حتى لو مش شغال ريفت. تمام تمام. الريفت والكلام ده هو الريفت والبرامج بتاعه الكوردينيشن والكلام ده هي تعتبر تولز انها مش هي الاساس. اتمنى ان انا اكون وصلت لك الفكره، ولو انت في حاجه من ده قلتها مش واضحه قول لي وهتصرف عليها. طب كنت عايز احرك في حاجه ثانيه معاك. دلوقتي شركه اي سي جي بتعمل تراك كده اسمه يونيفرسيتي تو ورك. تمام. التراك ده بيكون افيلبل في ثالثه لستركتشرال او بيم. تمام. الستركتشر بيدي تكنيكال سكيلز للمجال بتاعنا كستركتشر، والبيم بقى بيدي 4 دي 3 دي 5 دي كده والفيرتشوال رياليتي. هل حضرتك تنصحني اخش بقى الستركتشر ولا البيم؟ والله لو عرفت ادخل الاثنين ادخل الاثنين. لا ما هو واحد بس، هو الستركتشر مفتوح لتالتة بس، البيم مفتوح تالتة ورابعة وبعد التخرج. خلاص يبقى انت ادخل الاول الستركتشر وبعد كده ادخل بعد كده البيم. بس انت لازم تبقى مهندس مدني شاطر وبعد كده تبقى بيم يوزر شاطر. تمام. مش بيم يوزر الاول. لا مهندس مدني شاطر هي الاول. تمام شكرا جدا حضرتك. عفوا. اتفضل باشمهندس مصطفى. الو باشمهندس حسام. ايوه. بدينا بشكر حضرتك عن المحاضره اللطيفه دي بجد، يعني كانت محاضره قيمه جدا، وبشكر فريق ماريبي على التنظيم الرائع ده. انا كان بس عندي سؤال، انا يعني احيانا كتيره بنبقى بنكتب استراتيجيك بيل امبلمنتيشن لبعض الكلاينتس، فدايما بتقابلنا مشكله في ديبيت مشهور جدا جدا في ان ما فيش لحد دلوقتي انترناشونالي اكسبتد ستاندرد للكالكوليشنز بتاعه الار او اي على البيم اصلا لحد دلوقتي. حتى اللي حضرتك زي ما حضرتك عارف حتى الريبورت اللي توديسك طلعته، لو جيت تتكلم مع حد بتاع فاينانس محترف فاهم يعني ايه ار او اي. الو ايوه انا معاك، انا بضحك بس لان هو انت دخلت في الموضوع جامد فانت عارف ايه اللي فيه يعني. فدي بتبقى ديبيت طويل عريض جدا جدا، وبسبب ان مفيش انترناشونالي اكسبتد ستاندردز بيبقى الحجه بتاعتنا احنا باستمرار بتبقى ان احنا بنتكلم عن لو احنا مثلا بنتكلم خصوصا مع المقاولين، يعني ان السايكلز بتاعت الانفستمنت بتاعت الكابيتال بتاعتك هتبقى اسرع بكتير. بنتكلم على حاجات ممكن ما تكونش ملموسه بشكل مباشر ليه هو كانفستمنت، بس يعني زي ما انت قلت من شويه ان حاجات ما تكونش لسه ليها قياسها او ما لهاش كي بي اي. لا لسه ما يعني دي مشكله احنا بنواجهها، دي مشكله احنا بنواجهها. الحاجه الثانيه برضو اللي انا دي عشان كده انا بسالك، هل في المستقبل هل ممكن يبقى في حاجه زي كده ولا احنا اللي لازم نشتغل عليها؟ لان انا مش شايف ان في اي حد اصلا، يعني اكبر شركه بتعمل ريبورتس في المجال ده اللي هي مثلا دوج داتا اند اناليتكس، دي كانت نازله اخر تقرير في 2007 بتاع. لا ما كانش في حاجه برضو، هو كانت برضو بتتكلم ايوه ستيل بتتكلم من غير انترناشونالي. ما ده انا بتكلم عليه، ما هم دوج داتا اند اناليتكس مش عارفين هم يتعاملوا مع ناس تانية وكائنات كبيره زي اروب وغيرها وغيرها، مش عارفين يطلعوا حاجه زي كده. هل ده احنا يعني هل الواحد في الاخر او نوجه الناس انها تبتدي تشتغل في حاجه زي كده في ماستر ديجري في دكتوراه في كده، ولا الموضوع ممكن بعد شويه؟ لان انا حتى الايزو
اللي نازلين قريب ما فيهمش اي ذكر على الكلام ده خالص، ما فيهمش اي طريقه اقدر بيها احسب البوزيتيف ار او اي على البيم كفاليو بيديه. دي حقيقه، دي حقيقه. فدي مشكله. الحاجه الثانيه برضو اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها، ان احنا عندنا مشكله دلوقتي ان في معظم الاوقات عشان نكسب ال 20% كوست ريدكشن بتاعت وقت الاوبريشن، احنا عندنا مشكله كبيره تانية اللي هي ان احنا بنتعامل مع عدد داتا. يعني انت مثلا عايز تحط معلومات معينه جوه الموديل، المعلومات دي متجزئه في اكتر من مكان، موجوده في ماتيريال سبميتر مره، موجوده في عقد مره، موجوده في ميتنج مره، حتى في بعض الاوقات قابلنا الكلام ده. فدي تمام. مشكله، دي المشكله الثالثه برضو عايز اتكلم عنها، ولو انت تقدر ان يبقى في ديبيت حواليها. الموضوع برضو احنا في الفاسيلتي مانجمنت ما عندناش ريكويرمنتس واضحه، يعني حتى لما بنيجي نتكلم مع مفيش بعض، مفيش السوفت لاندنج، السوفت لاندنج بيذكر بره بس، مفيش خالص عندنا احنا هنا كده. فدي كلها مشاكل انت شايف اي حلها؟ انا بتناقش معاك مش خاطر يعني. طيب خلينا ناخدهم واحده واحده. اوكي أيه. اول واحده الموضوع بتاعي اللي هو الار او اي والكي بي ايز والكلام ده، مفيش انترناشونال اكسبتد ستاندرد يعني. كان لحد دلوقتي مفيش، بس في محاولات. يعني كنا بتكلم مع المهندس عمر سليم، لان هو معايا هنا في نفس البلد، فكنا بنتكلم ساعه ما كنت لسه بعمل ماجستير. فقال لي انا مهندس موجود في الامارات، كان ما شاء الله كان عمل بحث في المجال بتاع اللي هو توفير في البيم والمشاكل بتاعه الكونستراكشن، وان هو لقى 35 مشكله في الكونستراكشن كلهم بيتحلوا في البيم. اوكي، فليه لا انا ما ابتديش ان احنا نشتغل على كي بي ايز او على حاجات تطلع لي مثلا ار او ايز؟ هي المشكله مش مهندس اقول لحضرتك المشكله فين، عشان انا لمسها قوي بواجهها كتير. المشكله كلها جايه منين؟ المشكله كلها ان في رولز مختلفه في الموضوع. يعني بمعنى ان الفايده اللي بتيجي للمقاول غير اللي بتيجي من المالي، غير اللي بتيجي حتى الاستشاري، غير اللي بتيجي للسب كونتراكتور. الموضوع ما هوش ما ينفعش يتعمل حاجه تكون عامه ليهم كلهم. ادي اول مشكله. المشكله الثانيه هو فعلا حتى اللي هو الريبورتس اللي بتتكلم هي مقسمهم ثلاثه. ايوه ثلاثه على الاقل. مظبوط اكتر من كده. مظبوط. المشكله الثانيه بقى اللي انا بشوفها برضو ان بره هم قبل ما يبتدي الحكومه البريطانيه تبتدي تاخد قرارات بحيث انها تعمل مانديتنج للبيم في بريطانيا، جابت ريتشارد ميرفين وقالت له استاذ ريتشارد بعد اذنك اطلع بقى من كل الكلام بتاع الاكاديميا ده خالص، وتعالى في ثلاث مشاريع. الكلام ده كان بعد اللي اكيد الناس معرف، يعني في ناس اكيد تعرف تسمع عن ريتشارد ميرفين اللي هو عامل اصلا البيم ماتيوريتي تشارت في بريطانيا، الدراسه المشروعه اتنشرت في 2008 اللي هو الكيرف اللي احنا كلنا عارفينه. فهم جابوا ثلاث مشاريع والمشاريع دي اتنفذت فعلا. يعني اتنفذت فعلا وقاسوا الافكت بتاعها في مشاريع حقيقيه، وده كانت كيس ستاديز. ثلاثه كيس ستاديز اتعملوا للحكومه البريطانيه، كانت واحده كانت مستشفى على ما اتذكر، وكان في مركز ثقافي كان اسمه اكس بلس، وكان في مشروع ثالث مش متذكر هو كان ايه. فاحنا ما عندناش احنا الكلام ده، كان مين ممكن يشتغل عليه؟ هو ده السؤال اللي بسألك، مين اللي يشتغل؟ احنا كمهندسين ولا جامعه طول فاينانس، ولا لازم يكون حد درس الاثنين مثلا معاه ام بي اي ومعاه بيم ولا ايه؟ انا عشان الموضوع ده انا بكلمك بجد بيخش في ديبيتس كبيره فيه، يعني بيخش في ديبيتس ممكن تخلي اللي بيتكلم فعلا يبقى عنده حجه قدامك. يعني هو مش موضوع بقى دلوقتي احنا مش موضوع خناقه، لا هو موضوع فعلا هو بيتكلم في كلام كان بيزنس وايز انت ما تقدرش ترد عليه بسهوله. يعني بتبقى ديبيتس طويله، وانت ما اعرفش كنت اكيد واجهت حاجه زي كده في شغلك، واكيد عمرو بيواجه حاجه زي كده في شغله. فالموضوع ده عايزين ان يبقى في ديبيت حواليه احنا حتى هنا في بيم ريبيا، لان فعلا عايزين نشوف الحل. احنا لو ما فيش حل حد ناوي يخش يعني يشوف الحل، نشوف ممكن مين ندفع الناس ان هي تخش تعمل ماستر ديجريز في الكلام ده. ايه المشكله يعني؟ تمام يا فندم. تمام. طيب انت معلش خليني اتكلم في اننا لسه يعني اللي هو الحركه لسه بنتكلم فيها، عشان احنا كده انت ما شاء الله فتحت حاجات كتيره وما شاء الله كلها انت عندك فيها يعني عندك فيها حق. اوكي، وشكلك في الموضوع بقالك فتره، فالمشاكل اللي واجهتك فعلا مشاكل حقيقيه. يعني من خبرتي والله في التعامل في المجال ده، ساعه ما كان الواحد بيتكلم من وجهه نظر هندسيه بس، كنت في حاجات بتتكلم فيها وحاجات بتسيبها. اوكي، وساعه ما بتكلم الناس بتوع الفاينانس بس، لا ما بيجيبوش الكلام اللي انت بتتكلم فيه. يعني هو بالنسبه له 1+1=2. مظبوط. بينبت انا المفروض ان انا يرجع لي كذا، انا دفعت كذا يرجع لي كذا، وعليه مش عارف كام في المية مكسب. اوكي، انما عشان تتكلم مع حد
ماسك الاثنين وماسك البيزنس ده اقل حاجه انت بتتكلم فيها حد مثلا معاه ام بي اي اوكي حد مهندس معاه ام بي اي فابتدى ان هو يبقى فاهم الابعاد بتاعه الموضوع شويه ومش كل الناس هتبقى مهتمه بالموضوع بنفس المستوى اوكي فانا اعتقد ان هو اخبر ناس ممكن هو شويه يتعامل مع الكلام ده هو مهندسين معاهم ام بي اي مظبوط اوكي ان احنا نفورس الناس هو ممكن ان هو فعلا يحصل انفورسمنت للناس خصوصا الناس اللي ممكن انها تبقى بتشتغل في مؤسسات تعليميه بتبني يعني لو في مثلا مؤسسه تعليميه ليها مثلا مشروع دلوقتي يتطور او كده ممكن ان هو يتاخد مشاريع من اللي بتتطور دي وتتعمل ككيس ستاديز ويتم ان هو يتقاس عليها هل دلوقتي لما استخدمنا مثلا البيان في المشاريع ده هي ابتدى ان هو يعمل لي عائد ولا لا يعني مش ضروري ان هو يبقى مجرد ان انا مبني مبنى جديد في جامعه بس هو ممكن المبنى الجديد في الجامعه ده يتعمل عليه بحث اوكي ويطلع منه النتائج والنتائج دي تستغل مثلا او مثلا يبقى في شركات اصحابها ويلنج ان هم يبروفايدوا بعض الداتا اكيد مش كل الداتا بتاعت المشاريع هم يقدروا ان هم يعملوها بروفايدنج اوكي بس في بعض المشاريع اللي ممكن يبقى بالنسبه لهم في سماح ان هو يحصلها بروفايدنج اوكي فدي لازم ان احنا نسعى شويه ان احنا فعلا نطلع حاجات ابليكابل عندنا في البلاد بتاعتنا لان كل الريبورتس حتى اللي بتيجي من بره زي ما انت ما قلت هي ما فيهاش التولز الكافيه اللي يتقاس بيها ومش بس كده المارجنز بدون مقطع كلامك المارجنز حتى المارجنز بتاعت المشاريع بره غير هنا خالص يعني المارجنز بتاعت طريقه تنفيذ يا باشمهندس حتى يعني مظبوط المشاريع اللي موجوده بره ماشي هي بتبقى انتجريتد بروجكت اوكي المشروع بادئ مثلا ديزاين اند بيلد المشروع اللي بيعمله كل المقاول اوكي انا عندي في البلاد العربيه ما فيش حاجه اسمها كده قليل لما بلاقي مشروع ديزاين اند بيلد عندك حق مظبوط ماشي فما ينفعش ان انا اقيس بالميزان بتاعهم مظبوط ما ينفعش ان انا اغني على النغمه بتاعتهم هم بيقولوا حاجه بقول حاجه تانية بس فبقى لازم ان هو يبقى فيه حاجات تانية تعمل يعني لازم يبقى فيه من ناحيتنا احنا شغل يتعمل عشان نقدر ان احنا يعني نقدر ان احنا نقيم الموضوع من وجهه نظر تمام بالنسبه للموضوع بتاع الديت داتا اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان احنا بنتعامل مع داتا مش عارفين نستخرج منها المعلومات يعني انا المشكله دي انا واجهتها بنفسي انا واجهتها بنفسي اكتر من مره دي معلش مقاطعتك بس عشان ما انساش دي كان في الناس كتيره بتوع ديفلوبمنت يعني انا اعرف منهم اثنين مهندس مصطفى صلاح هو موجود دلوقتي في سي ان سي لغايه عارف مصطفى صديق عزيز تمام ومهندس اسمه سمير البطار ده كان موجود في سي جي فرع قطر اوكي الاثنين دول كان ليهم باع في المجال ده واحد فيهم كان بيشتغل على الداتا ان هو ازاي يجيب الداتا من اي مصدر ويبتدي ان هو عشان يدخل الداتا ده هي يعمل لها فورمات لكود لباركود اوكي مجرد ما بتعمل سكان الباركود ده هو بيدخل هو اكيد مش كل الداتا اللي هتجيلي الداتا اللي هتجيلي في ورقه او هتجيلي باركود او حتى هيجي لي طريقه ينفع ان انا اعمل لها الكلام ده بس على الاقل هتقلل اللود شويه اوكي كان في فكره ثانيه برضو ان هو حتى محاضر الاجتماع نفسها تتعمل وتتدخل على السي دي اي ويبقى في حاجه زي برنامج يتم ان هو يستقي بعض الداتا بطريقه اللي هو زي اللي هو ماشين ليرنينج اوكي ان هو يبقى في بعض الداتا لما تتكتب بطريقه معينه تتاخد من المينت اوف ميتنج او من الريكورد اللي دخل وتبتدي انها تتحط في المكان بتاعها تحصل لها فاليديشن بس دي برضو دي يعني هي دي كانت فكره مصطفى طالما انت عارف مصطفى طبعا مصطفى ولسه الفكره في اطار تطوير يعني والله طب انا عندي سؤال تاني برضو ليك لو تفتكر لو تعمم ان يتم استخدام حاجات زي الاكسل في كل الدوكيومنتس اللي بيعملوها السب كونتراكتورز من ماتيريال سبمنترز او غيره من الحاجات تمام. تفتكر ده ممكن يفيد لو احنا استخدمنا الداينامو بحيث ان احنا نستخرج المعلومات دي بعد كده نعملها اوتوميشن بحيث انها تخش على المودلز على طول ده ممكن يفيد ولا برضه مش تعرف تكبر السب كونتراكتورز والناس اللي جايبه لك السب دايرز دول على حاجه زي كده ما انا دي حاجه برضه خبرت في الاخر يعني ما انا عارف اذا كانت بتمشي ولا لا يعني انت عارف دي حاجه بتبقى انت لو انت فرضتها مش دايما بتبقى دايما تنجح برضه يعني الفرض مش دايما بيكون هو يعني انجح وسيله للتعامل مع الحاجات دي ولا نفكر في ان احنا نعمل تول دي تقدر تحول الديت داتا دي للايف داتا ما في دلوقتي تولز زي دي رافس وغيره بتقدر ان انت تدخل الداتابيس كلها بتاعت المشروع كله بالكامل تخش وتطلع ريبورتس وتستخرج بس الكلام ده برضو ستيل انت بتتعامل في الاول وفي الاخر
مع ديت داتا. انت لازم الاول تشوف حل معاها هتعرف ازاي تستخرج منها. انت بتتكلم على مشاريع حجمها كبير, بيبقى استخراج الداتا دي حاجه ما هي سهله, ما هي سهله خالص صراحه. انا شخصيا عديت من خلينا نتكلم في المنطق يا باشمهندس. المنطق مش ان انا يعني عارف اللي هو ايه احسن بروسيس, البروسيس دي غلط. المنطق ان انا اصلح البروسيس الاساسي في الاساس بتاعها. اوكي, اصلح البروسيس الاساسيه ازاي؟ ازاي بان انا والله لو في استفاده من ان السب كونتراكتور يعملوا الحاجات بتاعتهم على اكسل, ما يعملوا الحاجات على اكسل. لو انا في بدايه المشروع رفضت مره او اثنين, الكونتراكتور زي هيبقوا فاهمين ان هو لازم يعمل الداتا بالطريقه الصح عشان تتسلم. تمام. إيه؟ تمام ماشي. انما لو فضلت مثلا كمدير مشروع, لا والله معلش عديها له, معلش عديها له, معلش عديها له ثالث مره, خلاص انا مش عارف حاجه. وهذا بقى مضطر بقى بدل بقى ما احل الموضوع على مستوى الاكسل, اجيب برنامج بكام الف ماشي, ومش مش بالافات قليله عشان في الاخر اطلع دي الداتا ومش هيعملها صح. اوكي, تمام اتفق معاك جدا في الكلام ده. تمام, شكرا مصطفى. انا شايف معلش انا شايف بس انا ابتدي السؤال الجاي. في مجموعه من الاسئله كانت بعت على الشات. اوكي, فدي ارد عليها دلوقتي. تمشي من سمعك, هذكرها لحضرتك. تمام. اتفضل باشمهندس احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا بشكر باشمهندس حسام على توفير المحاضره المعلومات القيمه ديت. ربنا يخليك, شكرا. وكل القائمين على هذا العمل يعني التنظيم ده. ربنا يخليك. انا بس عايز اسال اسئله, وفي حاجات فيها قصور في تعليم البيم في بالنسبة لطلبة الجامعات, وبعد كده سوق العمل بيرجع يشتكي من قصور هذه من قصور الطلبة أو المهندسين المتوفرين للعمل بالتقنية ديت يعني. تمام. خصوصاً الشركات. عندك اقتراح بسيط, بما إني طالب لسه برضه زي الباشمهندس اللي كان بيتكلم في إنه طالب في ثالثة مدني, أنا في نفس المرحلة العمرية. تمام. ليه ما فيش شركات خاصة بتوفر وليكن ترم مجاني, او هم يجوا يعرضوا نفسهم في 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 الجامعه ويوفروا يعني بسيط, لو المحاضره كل اسبوع يعني. في حاجات كتيره في الجامعات بتتاخد حشو وقت والله للاسف, وبيضيع فيها مجهود وعمليه. طيب. وعمليه يعني الدكاتره بتبقى متشدده, مش راضيه تغير او مش راضيه تشوف المنظور الثاني ولا راضيه تسمع صوت الطلاب حد. طيب بص يا باشمهندس, خلينا نتكلم على ان اوكي اكيد في شركات هتعمل كده. اوكي, وفي اوريدي مثلا زي ما المهندس سائل من شويه, شركه زي اي سي جي مثلا في مصر هي بتعمل حاجه مثلا زي يونيفرسيتي تو وورك, وعاملاها وبتقدمك خدمه مجتمعيه. بس ما اقدرش ان انا افرض على الشركات انها تعمل نفس الموضوع, لان انت عشان تخلي مجموعه من المهندسين اللي شغالين عندك انت كراجل صاحب عمل, انا دلوقتي ما بكلمكش كمهندس, انت لو في عندك اي نشاط انت بتعمله النشاط ده هو بيدخل لك فلوس. اوكي, علشان تخلي الناس اللي بيدخلوا لك فلوس ده هي يعملوا حاجه تانية ما بتدخلكش فلوس, الموضوع مش سهل. اوكي, فما تحكمش على الموضوع ان هو لازم يعملوا كذا. ايه اللي خلاه لازم يعني؟ خلينا معلش انا عارف ممكن الكلمه تبقى صعبه, انت متوقع مثلا ان انا ارد عليك واقول لك لا هم لازم يعملوا كده, بس خلينا افكر معاك بنفس المنطق وخلينا نتكلم في الواقع. ايه اللي خلى الموضوع لازم؟ مفيش حاجه خلت الموضوع لازم. اوكي, دلوقتي اللي احنا مثلا بنعمله دلوقتي ان احنا بنحاول ان احنا كافراد ماشي, بين اريبيا حاولت مثلا انها تقدم مثلا حاجه مجموعة من المهندسين تطوعوا ان هم يعملوا حاجة زي كده. فالحد دلوقتي هي على المستوى الافراد. مستوى الشركات اظن الموضوع صعب لو ما فيش استفادة للشركة. اوكي, حتى يعني كان في حد قبل كده كان بيقول لك ان هو لو لقيت سلعة, السلعة دي ببلاش هعرف ان انت السلعة. اوكي, لو لقيت حد بيقدم لك حاجة ببلاش هعرف ان انت السلعة, اعرف ان انت في الاخر انت الورد اوف ماوث بتاعتك, انت كده اتعمل لك اللي هو اللي قدم لك سرعه بلاش هي, هو عمل نفسه حاجه زي بروباجندا. اوكي, انا طبعا ما بتكلمش على حاجه, انا بتكلم في العموم, مثل ده من زمان. اوكي, ف
فما تبصش الموضوع كده وما تبصش ما تحكمش كمان برضو على الدكاتره اللي موجودين في الجامعه ان هو بيقدم لك حاجه وبيحشي بيها وقت والكلام ده. لو انت عايز تطور حاول تبص على الطريقه اللي انت كبني ادم تطور بيها. يعني انت لو شايف دلوقتي من الجامعه بتقدم مثلا حاجات الحاجات ده هي مش كافيه حاول انك انت تقدم رايك. اوكي لو ما تقدمش في الجامعه حاول ان انت تقدمه بعد ما تتخرج. حاول انك انت تغير. احنا كلنا كمهندسين وكلنا كناس بتشتغل دلوقتي احنا في وقت من الاوقات كنا طلبه. اوكي انا مثلا انا كواحد شايف من دول ان انا الحاجات اللي انا لقيت فيها مشاكل احاول ان انا اخلي غيري ما يقعش فيها. اوكي انا واحد من الناس بعد ما اتخرجت انا عانيت كتير قوي علشان افهم اللي هو الدنيا ماشيه ازاي واحاول ان انا اشوف طريقه اتعلم بيها. وحتى كنت بطلب من الناس علمني كانوا بيرفضوا. فانا عشان كده دلوقتي بحاول ان انا اعمل من نفسي واعلم الناس علشان اللي انا وقعت فيه ما يقعش فيه غيري. فحاول تعمل كده. حاول تلاقي الطريقه الصح اللي انت توصل بيها صوتك. او لو ما عرفتش توصل صوتك عشان توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى حاول انك انت بعد ما تتخرج اللي انت اتعلمته قدمه للناس بدون مقابل. بس تمام يا باشمهندس. انا بس كان يعني في موضوع اللي هي الشركات وكده انا كان قصدي ان هم يجوا يعرضوا نفسهم ولو بشكل مجاني لمده ما وبعد كده انا مش هوفرها فور فري ولكن بسعر مخفض. يعني انا كان قصدي ان هم يبينوا نفسهم. انا اي نعم انا عارف شركه اي سي جي وانا انا قدمت الحمد لله في الـ في الـ في التراك الاستراكشر الخاص بيها والحمد لله قبلت. انا قصدي يعني يوفروها الاول على الاقل بشكل مجاني او يجوا يعرضوا نفسهم زي مثلا زي ما الدكاتره اللي بتروح مثلا بتعرض نفسها في جامعات خاصه او كده وبعد كده بقى احدد انا هشترك او مش هشترك. يعني في الاول هترجع عليهم. يعني انا في وجهه نظري مش شرط انها تكون صحيحه انها الاول هترجع عليهم بشكل ربحي فخاصه في توفير تمارين وهترجع عليهم بشكل خاص ان انا ممكن ان هم ممكن يحتاجوا مهندسين بعد كده هيرجعوا عليهم وهيوفروا لهم ربح برضه في زياده الشغل بتاعهم او بيخرجوا بشكل افضل. والله يعني انت دلوقتي بتتكلم في حاجه الحاجه دي ممكن هو يبقى سامعها مهندسين من شركات كتيره واتمنى ان صوتك يوصل له. اتمنى والله يا باشمهندس اتمنى. نتمنى ان شاء الله. شكرا شكرا على المحاضره مره اخرى. عفوا يا حبيبي. عفوا مهندس احمد دكتور احمد السلام عليكم. يعطيك العافيه استاذ محمد. يعطيك العافيه مهندس حسام مره ثانيه على المحاضره القيمه. واذا سمحت لي ما راح اطول لاني كان في نقاش واسع يعني من وجهه نظر عمليه وحتى من وجهه نظر اكاديميه. الكل هون بمحاضرتك هالشيقه يعني فتحت الابواب لمختلف المجالات. حابب هون انا كون ان هلا تحت اطار مؤتمر ادخل ب مداخلة بسيطة. واللي أنا شفته اليوم إنه محاضرتك هي عبارة بقدر أنا أسميها هي رود ماب هو الطريق. لا إذا سمح لي الأستاذ عمر وهون الأستاذ محمد وباقي الكادر تبع بيم أرابيا إنه هو هي رود ماب لأرابيك بيم بصراحة. يعني اللي إحنا عم نحكي هلأ بشغلة ما راح تكون عن منظور القريب مطبقة من الحكومات أو حتى من الجامعات فهي لازم عمل جماعي من هالموجودين ومن هالعندهم الأفكار مثل حضرتك وزملاء الباقين ومطلوب يعني عمل جماعي. وإذا إن عمل جماعي عمل جماعي حقيقي يعني أن في فرق بين عمل جماعي أو عمل جماعي حقيقي بشوف أنا. فهون الفكرة أنه إيش هي النكست ستيب إيش واحد راح يعمل بالمنظور القريب. أنا فكرتي هي أنه نطرح أنه نعمل لجان عمل مثل ما أنت تفضلت في بدول برا يعني في best practices في عم نعمل benchmarking بس نطبقها بحيث توقف في البيئة العربية ونشوف إيش هو هي الطريقة الأفضل لحتى نطبق هاللي أنت هلأ عرضته وحتى نطور هالأعمدة الأربعة ونسد نقاط الخلل اللي فيها بالنسبة للسوق العربية. وجزاك الله كل خير يا سيدي على هالمحاضرة الطيبة. وإياكم يا فندم. والله أنا سعيد جدا بدخلتك. شكرا لك. شكرا لكم. دكتور احمد تفضل. باشمهندس محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا يا فندم. انا كنت عايز بس انا عايز استفسار من حضرتك وفي نفس الوقت طلب. انا الاول اعرفك بنفسي. انا مهندس انشائي خبره 15 سنه في الديزاين. تمام. اهلا وسهلا. أنا سامحك فاعتبرني من الجيل القديم شوية.
ما عرفت بالريفت كانت من سنتين بدأت أشتغل عليه وتعلمته كويس الحمد لله. تمام. بس هي القصة إن بعد مرحلة الريفت بالذات للإنشائيين موضوع بقى إن أنا أشتغل في المانجمنت أو البيم أو الدينامو والحاجات دي أنا تايه فيها، مش أنا وبس يعني هتلاقي كتير زي تايهين فيها وما فيش تعريف كافي بيها. يعني تقريبا أنا ما بدأتش أعرف برامج اللي هي الكوردينيت زي النافيس وورك والحاجات دي إلا في فترة الأعاد بتاعة كورونا، كانت فترة يعني كانت طيبة إن أنا أعرفها وما عرفتش كل حاجة. أنا ما زلت لغاية دلوقتي يعني البرامج مش أنا وبس، حاجة كذا حد البرامج ما بعد الريفت كوردينيشن والمانجمنت والثري دي والفور دي والفايف دي التعريف بيها ضعيف جدا. وانا لو حابب اخد تراك معين مش عارف ايه الستيب اللي ممكن اخدها، يعني انا بعد الريفت المفروض اذاكر ايه؟ تمام. طيب هو دلوقتي دلوقتي حضرتك هو بعد الريفت هو في حاجات كتيره جدا ممكن نتعمل. ممكن الريفت انا بتكلم عليه ان هو برنامج بيعمل لي ديزاين، اوكي، بيساعدني في ان انا اخرج بلانز، بيساعدني في ان انا اخرج فيو كيوز مش لكل حاجه، بيساعدني ان انا ادخل بعض الداتا، اوكي. بالنسبه للكوردينيشن ما بيساعدنيش قوي مع ان هو في حاجه اسمها انترفيرنس تشيك، بس الانترفيرنس تشيك مش هو كل حاجه في الكوردينيشن، اوكي. فعشان كده بستعين بعد كده عشان الكوردينيشن بستعين بالنيفيس وورك، اوكي. علشان اعمل الفور دي ممكن ان انا بستعين بالنيفيس وورك او ببرامج تانية زي سينكرو والكلام ده. فعشان اللي هو لونج ستوري شورت زي بيقول، اوكي، ايه اللي هو اللي يحدد لي الخطوه اللي بعد كده؟ انا عايز اقول الحركه اللي يحدد لك الخطوه اللي بعد كده هو الاستخدامات. ان دلوقتي لو انا في عندي مثلا مشروع انا لقيت ان هو في استخدام لحاجه معينه، يعني مشروع من المشروعات مطلوب فيه استخدام لل 4D analysis للسايت، ببتدي ساعتها اشوف البرامج اللي بتعمل 4D analysis للسايت وابتدي ان اتعلم، اوكي. ده بالنسبه للبرامج. بالنسبه لموضوع البيم مانجمنت والحاجات ده، هي لا هو ده مجال تاني. يعني في بعض الناس اللي موجودين دلوقتي بيقول لك البيم مانجر مش لازم ان هو يبقى عارف البرامج بتاعت مثلا بتاعت البيم كلها، لان هو في الاخر هو راجل بيمانج اللي هو البروسيس، مش ضروري يبقى داخل في البرامج لدرجه الاحتراف، اوكي. وفي بعض الناس ما بتتفقش في كده، بس كله بيتفق على ان البيم مانجمنت لازم ان هو او البيم مانجر لازم ان هو يبقى ليه تاسك معينه عارف ان هو يعملها، زي ان هو مثلا يعرف لو هو ممثل العميل يعمل حاجه اسمها الاي اي ار امبلوير انفورميشن ريكويرمنت، ويعرف المكونات بتاعتها والمواصفات بتاعتها وازاي يقدمها وازاي يعمل لها ديفلوبمنت وازاي يوافق عليها، زي ان هو يعرف يعمل استراتيجي للمشروع، يعمل بيم اكسكيوشن بلان سواء بري كونتراكت بيم اكسكيوشن بلان او بوست كونتراكت بيم اكسكيوشن بلان. وبالنسبه للبيم مانجمنت هو ليه رود ماب، ليه تراك واضح جدا الناس بتمشي عليه، سواء مثلا لو احنا نتكلم البيم مانجمنت من ناحيه الار اي سي اس او من ناحيه البري اكاديمي او الكلام ده، الناس دي ليها رود ماب بتتكلم فيها على البيم مانجمنت ازاي انك تدرسه وازاي في الاخر تبقى سيرتيفايد فيه. فبالنسبه للبرامج، البرامج اللي يسمح لي ان انا اتعلمها كويس الطلبات اللي موجوده في المشروع، اوكي، والبرامج اللي بتحققها. وطبعا لو انا بتعلم برنامج نصيحتي ليك ما تعلمش البرنامج كله، اتعلم من البرنامج الحاجه اللي بتتعمل او حاجه اللي انت عايز تنفذها، شايل برامج ما بتوقفش، اوكي. بالنسبه للبيم مانجمنت شوف رود ماب من الرود مابس الموجوده وتقي ما كانت تعلم. معاك يا فندم، انت كنت عايز تسال على حاجه. الرود ماب دي اللي هي دي عباره عن ايه، اكاديميه ولا صفحه ولا بيبقى اللي هو يعني لو انا مثلا دخلت وعملت بحث على الار اي سي اس الاقي ليهم برنامج مثلا تدريبي عشان يطلع بيم مانجر، اوكي. ده برنامج تعليمي يعني؟ ده بيعلمه، مش برنامج، البرنامج اللي انا اقصده بيه مش برنامج سوفت وير، لا يعني خطة دراسيه، خطه تعليميه بالظبط، خطه تعليميه عشان في الاخر تبقى بيم مانجمنت، تبقى بيم مانجر سوري، اوكي. فبيقول لك مثلا في البدايه انت هتتعلم كذا كذا كذا، وبعد كده هتتعلم كذا كذا كذا، وبعد كده هتتعلم كذا كذا كذا. ممكن ده انا بسال عليه بالظبط يعني. فبقول لك ممكن لو انا حابب ان انا اشتغل تبع حاجه من الحاجات دي، بري اكاديمي او الار اي سي اس، ممكن اتقدمها. لو انا حابب ان انا اشتغل على نفسي، انا ممكن ان انا اشتغل على نفسي ان انا اخد اللي هو الخطه التعليميه دي ونقطه نقطه ابتدي ان اذاكرها واذاكرها باستفاضه، وابتدي ان انا اشوف ازاي امتحن نفسي فيها وازاي اطور نفسي فيها. والله انا في بسبب ان حركت تحت الموضوع ده، هو في رجاء للمهندس عمر والمهندس محمد
ان هو يبقى فيه حاجه زي شهاده البيم مانجر او كورس البيم مانجمنت. اوكي، وطالما بيم اريبيا، بيم اريبيا دلوقتي هي مؤسسه تعليميه، فليه ما نبقاش احنا كمان بنبروفايد حاجه زي السيرتيفيكت للبيم مانجمنت في الوطن العربي، لان احنا مفيش حاجه زي كده موجوده. ف الموضوع طرح، ويا رب يبقى فيه جدلي شافي لحضرتك يعني رأي. شكرا. بس بقول لك في الوقت الحالي RICS وبري اكاديمي. RICS وبري اكاديمي. استاذ حضرتك تكتبهم على الشات عشان الناس كلها تستفاد ويلحقوا يسجلوهم. معلش هتعب. RICS اللي هي Royal Institute of Chartered Surveyors. RICS. اوكي. والثانيه بري اكاديمي. تمام، يعني ده بداية طرف الخيط للي عايز يشتغل بيم مانجمنت او عايز يتعلم لسه ما وصلناش للشغل. تمام، شكرا لحضرتك جدا وشكرا لمجهودك. عفوا عفوا. باشمهندس حسين، اسمح حضرتك ناخد ميشيل بس كم سؤال. عندي سؤال لمهندس محمود معتز، ازاي ابدا شركه مقاولات صغيره او متوسطه تعمل بتكنولوجيا البيم؟ شركه مقاولات صغيره او متوسطه بتعمل بتكنولوجيا البيم، معلش هو السؤال كده جينيريك قوي. انا لو ببتدي شركه مقاولات بتعمل بتكنولوجيا البيم وانا مقاول، اوكي، فدايما المقاول مشكلته في ان هو بيطلب منه الحاجه من العميل. فالعميل لو طلب ان المشروع يشتغل بالبيم يشتغل بالبيم، لو ما طلبش المشروع يشتغل بالبيم مش هشتغل بالبيم. اوكي، بس لو انت بقى كلمت على انك انت هتبقى بين بروفايدر للمقاولات، ودي حاجه ثانيه خالص. اوكي، انك انت المشاريع اللي هتشتغل بالبن انت من شركه المقاولات الاساسيه، انت ممكن انك انت تكون بتأدي خدمه فيها، تأدي خدمه البي اي ام فيها، انك انت بتعمل شوب دروينج موديل وبعد كده از بيلت موديل، وبتبقى مسؤول عن الكوردينيشن وعن الريد لايننج وعن الكلام ده كله في مرحله الكونستراكشن. دي حاجه ثانيه، لو انت مسؤول عن كده انا اقدر ان انا فيه. انما لو انت بتتكلم انك انت شركه مقاولات بتشتغل بالبن، فانت حاجه من الاثنين، يا اما انت بتتارجت ليك انت المكسب بتاعك انت، ان هو انت بتعمل حاجه بسيستم والسيستم ده هيساعدك انك انت البرودكشن بتاعتك تبقى اسرع والكواليتي بتاعتك تبقى احسن من غير ما تدخل العميل فيها خالص. اوكي، فلو كده برضو انا ممكن افيدك، انك لو انت بتتكلم انها السنة العميل لما يقولها الشاب بالبن ولا مش عارف اكيد خالص فيه، فمعلش لو يبقى فيه توضيح منك ايه اللي انت عايزه بالظبط اجاوب. ولو حتى ما قدرناش ان احنا نتكلم دلوقتي، انت ممكن انك انت تبعت لي على الميل بتاعي، انا حطيت على الميل، وممكن حتى ان احنا نبقى نتكلم كلام باستفاضه شويه في الموضوع، لان الموضوع لا هياخد وقت، هياخد وقت وقت كتير مش وقت قليل. تمام. لو انا شركه تشتغل بالبن لحد تاني. تمام. طيب في سؤال تاني. يا دكتورة إكرام بتقول أنا طالبة دكتوراه عايزة نقطة أشتغل عليها في مجال البيم، هل حضرتك ممكن يعني تقترح مواضيع؟ تمام، هو كان لسه في دلوقتي يعني. كان لسه في دلوقتي حاليا الموضوع بتاع الار او ايز اللي هو اللي موجود، وال والدراسات الفاينانشال اللي هي اللي بتبقى موجوده على المشاريع، اللي هو كان الموضوع اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه من شويه مع مهندس مصطفى تقريبا. انا مش متذكر والله. لو حضرتك كنت حاضره للموضوع ده، فده بيئه خصبه جدا ان حضرتك تتكلمي فيها وتبقى جزء من رساله اللي هو الدكتوره بتاعتك، او جزء. انا حضرتك بتقولي انك انت دي رساله الدكتوراه بتاعتك، هتبقى جزء كويس جدا ممكن هو انك تشتغل عليه كويس، وهتلاقي ان انت بتنبدي مجال جديد. اوكي، لسه ما فيش ناس كتير اشتغل فيه. انما لو هتشتغل في المجال اللي هو بتاع المشاكل اللي بيحلها الدم والكلام ده، فده قتل احسن يعني. هو اكيد طبعا في لسه مشاكل، بس مش هتبقي داخله في مجال بتفتحيه او بتخبطي عليه اول مره. اوكي، فلو انت عايزه حاجه تلاقي فيها ابحاث كتيره، اشتغلي في المشاكل بتاعت البيم العاديه، اللي هو المشاكل اللي هي بتاعت الكونستراكشن اللي بيحلها البيم. لو انت عايزه حاجه جديده، اوكي، اشتغلي على الار او ايز وعلى علاقه البيم بالفاينانشال، وايه هو الحاجات اللي بتتقاس، اوكي، وال
البوزيتيف انديكيتورز والنيجاتيف انديكيتور، الحاجات اللي هي اللي لها علاقه بالفاينانشال والدم. اوكي اتمنى ان اكون رديت على السؤال بتاع حضرتك. ايه مش مهم. في سؤال من على اللايف على الفيسبوك بيقول ابلكيشن اكزامبلز على 4D وال5D وال6D وال7D، وبرده سؤال تاني على علاقه الام بالجي اي اس. اوكي طيب لو هنتكلم على الاكزامبل بتاعه ال4D، انا في عندي ال4D ممكن هو يتعمل بيه سايت اناليسيس، ممكن هو يتعمل بيه كونستراكشن سيكونسز. اوكي ممكن هو يتعمل بيه ايه تاني؟ سايت اناليسيس كونستراكشن سيكونسز يتربط، بس ده مش هيبقى 4D صرف، يتربط بالمستخلصات. اوكي ان هو لما يخلص اللي هو جزء معين من السايت او من الكونستراكشن، يبقى المفروض هو فيه المستخلص المعين يتصرف المقاول. اوكي ده بالنسبه ل4D. بالنسبه ل5D ان هو يتعمل 5D موديل. اوكي ان هو يبقى موديل فيه موجود عليه المصاريف بتاعته، اللي هو يعني يتعمل 4D ويتطور يبقى 5D. اوكي واقدر برضو ان هو اربطه برضو بالمستخلصات، او حتى اربطه بنسب الانجاز في المشروع. اوكي ال6D sustainability ان هو already been pre-requisite مثلا بالنسبه للي هو ما ينفعش ان انا اعمل ليد من غير بن. بن لما يتربط في الليد فهو بيتربط على برامج مثلا زي جرين بن ستوديو او الانرجي بلس، بيساعد ان انا اعمل اناليسيس بسرعه جدا لحاجات كانت ممكن انها تاخد اسابيع لو انا هعملها في ليدي. زي مثلا لو انا هغير وجهه المبنى مثلا 35 درجه. اوكي ايه هيبقى الامباكت بتاعها على الاتش باك وعلى الكهرباء وعلى اللايتنج وعلى الكلام ده كله. اعتقد ده ممكن هو يبقى مثال كويس بالنسبه للفاسيلتي مانجمنت او 7D. اوريدي مش مثال ده، انا اوريدي دلوقتي مثلا بتكلم مثلا عن اني بوفر حاجه مثلا زي الاوضه بتاعه المخازن اللي كان بيبقى موجود فيها الاسبنت وكل حاجه، ان انا بدل الكلام ده يبقى موجود وبيقطع اول مره صيانه، انا بيبقى عندي كل المعلومات امبيدد جوه الموديل. اوكي وبما فيها جداول الصيانه كتالوجات وكل حاجه امبيدد سوفت داتا. فدي تطبيق من التطبيقات اللي هو بتاع 7D. اعتقد انك يا رديت على السؤال، ولو في حاجه برضه مش واضحه ممكن حضرتك تقول لي. تمام هو كان في سؤال كان بالجي اي اس. جي اي اس بيبقى اكثر مع الحاجات بتاعت الانفرا. اوكي ان هو يبقى الربط بتاع المواسير بتاع مثلا لو انا مثلا بتكلم على ماسوره معينه، فالماسوره دي اكس واي وزد في البدايه واكس واي وزد في النهايه. اوكي غير الطول بتاعها، غير يعني الداتا نفسها بتتربط بطريقه بتتعمل باي باي كام جي اي اس بالداتا بتاعت الانفراستراكشر وبتتربط. الابلكيشن كلها بتاعته اللي انا شفتها لحد دلوقتي هي موجوده في الانفراستراكشر، ما شفتهاش بالنسبه للمباني. اوكي فده الربط بتاع الجي اي اس مع البي اي ام. المهندس خالد طارق بيسال هو بيم اساسا بدون طلب العميل ثم في مرحله اخرى طلب شغل البيم. المهندس خالد طارق بيقول هو انا لو كشركه بشتغل بيم تمام ثم في مرحله اخرى طلب شغل البيم نفسه، فكيف يتم طريقه الحساب لخدمات البيم؟ لو انا كشركه بشتغل بيم بدون طلب العميل وفي مرحله ثانيه العميل طلب شغل البيم، فازاي اعمل طريقه الحساب لخدمات البيم؟ لا ما يعني الموضوع مش ما ينفعش ان هو يتحل عليه جينيريك في حاله زي كده. اوكي لو انا دلوقتي انا شركه شغال بالبن، فانا شركه شغال بالبن شغاله لنفسي. لو انا دلوقتي العميل طلب البن نفسه وانا ما كنتش مقدمه كخدمه، خلاص انا بسعره دي طريقه تسيل يعني. ما اقدرش ان انا احط لها هروب. اوكي وما اقدرش ان انا اقول ان هو ده الطبيعي،
لان هو طبيعي ان انا دلوقتي انا كشركه شغاله بند وانا بعد ما خلاص بند بقول للعميل ان انا شغال بند اوكي وبحضن من الاول على ان انا شغال بند. ف ما اعرفش والله يا باشمهندس بس هو سؤال نفسه سؤال نفسه ان انا شغال بند من غير ما اقول للعميل وبعد كده بروح بايع له الموديل ما اعرفش اكيدك في الحته دي طريقه الحساب بتاعها اوكي اظن انها هتبقى اكثر رجع للاتفاق ما بينك وبين العميل مش حاجه ثانيه. عفوا. تمام دكتور. الو دكتور ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا باشمهندس؟ اخبار ساعتك؟ ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك يا رب. ربنا يخليك يا فندم، جزاك الله خيرا. اللي يزور كده يعني لا يفتو ملك في مدينه. ربنا يخليك يا فندم. يعني انا ما هوش عندي سؤال بقدر ما يعني انا مبسوط من المحاضره بتاعت سعادتك، ويعني يعني استزاده في المعرفه ان البيم بيعمل يعني مور برودكتيفيتي، ان زياده انتاجيه عاليه جدا في المشاريع وفي السايت وفي الكونستراكشنز، يبقى في ماس برودكشنز عالي جدا، بالإضافة إنه بيقلل الريسك كمان معايا. تمام يا فندم، تمام يا فندم. ويعني في كيس استازي كده أنا قريتها من زمان على جامعة في جورجيا، إنه كان اتعرض لثلاث تصميمات، أعتقد حاجة قريتها وعارفها يعني، وطبعًا إزاي البيم ساعده إنه يقدر ياخد ديزيشن ميكر في الموضوع دوت لما اتعرض عليه ثلاث تصميمات، وفي نفس الوقت كانوا ينبئ يعني نفس الكونسيبت بتاع الديزاين وبتاع الأوبريشنال في الجامعة. كان محتار، جاله تصميم بشكل عادي وتصميم بشكل ميزانيه متوسطه وتصميم بشكل ميزانيه اوفر، فباستخدام البيم قدر يعمل برزنتيشن من خلال الاستشاري والمصمم نفسه انه يقدر يوصل للافضل ما بينهم الثلاثه، وفي نفس الوقت يعني قلل معاه ميزانيه جامده جدا في التصميم من خلال البرزنتيشن عرضه له بالبيم. تمام. انا والله انا مش هكذب عليك، انا ما قريتش اللي هو البحث ده، بس لو في عند حضرتك لينك للبحث ده اتمنى لو تشيره معايا على الايميل بتاعي يبقى شكرا جدا. انا مفيش مشكله يا فندم، بعته لحضرتك. ده يعني الفكره نفسها لا هي ابليكابل جدا طبعا. ما لانه طبعا كان يعني زي ما حضرتك طبعا اي مكتب استشاري في الدنيا بيعمل تصميم مره واثنين وثلاثه على حسب الكلاينت والريكويرمنت بتاعته بلس ماينس، فبتلاقي الميزانيه والبادج بتاعتك بتطلع وتنزل منك. الاول والاخر انا عاوز اسلم مبنى جامعه، مبنى مستشفى، مبنى وات ايفر الاوبريشنال اللي عنده، الاخر يشتغل بشكل نظامي. فطبعا يعني في بعض الاستشاريين وانا استشاري اوريدي يعني، فطبعا للاسف يعني في بعض الناس تبقى التصميم بتاعها بيبقى امور سيف. ايوه. فطبعا ده كوست على المالك. تمام. فطبعا يعني بالاستخدام بتاع البيم فعلا وضح حاجات كتير زي ما حضرتك، طبعا الانفورميشن كلها بتبقى قدامك يعني من اي تو زد بشكل عالي جدا ممتاز، تقدر تحاكي الواقع تنفيذي فعلا، فبتقدر تمام. تطلع كل كبيره وصغيره في المشروع هتتنفذ ازاي وامتى وازاي والريسك بتاعها، بالاضافه يعني فعلا الحاجه اللي كلنا بنخاف منها في المشاريع ان الريسك يزيد معك، انت عاوز يعني توصل لزيرو ريسك، دي بتبقى صعبه، بس بانك بتقلل الريسك على قد ما تقدر بحيث ان انت برضو تسلم المشروع بشكل محترم. اكيد يا فندم، اكيد. انا ما فيش سؤال ولا حاجه، بس بشكر سعادتك على المحاضره وما شاء الله عليك يعني زي ما قلت لا يفتو ملك في مدينه. ربنا يخليك يا فندم، والله ده من ذوقك بشكل جدا. الله يبارك سعادتك، ويعني دايما يا رب منورنا في كل مكان. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. تسلم. شكرا باشمهندس عمر. اخر سؤال مهندس عمر، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا شكرا على المحاضره يعني يا باشمهندس حسام. انا برضو من نفس الفئه العمريه اللي زمايلي يعني اتكلموا فيها، انا برضو طالب في ثالثه عماره جامعه اسكندريه. يعني كان عندي سؤال يعني، برضو حضرتك قلت في الجزء بتاع الار او اي في جزء خاص بالبوليسي والبيبل، يعني طب هل ده مثلا كدور دوله من ناحيه البوليسي او البيبل اللي هي تدرب الكوادر وكده؟ انا شايف مثلا انا ككليه معظم المواد اللي باخدها راح ناحيه الديزاين، يعني تقريبا معظم الساعات اللي بقضيها في الكليه
او ساعات يعني الدراسيه يعني من المواد وكده بقضيها في مواد ديزاين تصميم سواء architectural design او execution design او انما ككونستراكشن كمجال اللي انا فعلا اعرف ابني مبنى انا خايف يعني انا اخاف ان حد يقول لي خد مثلا خش ابني يعني اشتغل ابني كونستراكشن يعني فانا بسمع حاجات مثلا طبعا لسه يعني بعيد شويه عن المجال بس حاسس ان احنا الاستثمار ما بين او يعني المجهود اللي بيبذل من ناحيه البوليسي بتاعه الدوله او الاستثمار المجهود يعني في البيبل او الكوادر نفسها قليل يعني هو انا حاسس ان البدايه هتبقى التغيير من هنا يعني من ان الساعات نفسها نبدا نغير في المواد نفسها مش شرط الشركات تيجي تجيب مندوبين يعلمونا لا ممكن هم نفسها يعني يتغير في ترتيب المواد او كميه كم المواد حتى المواد نفسها بتاعه الميب او الميكانيكال وكده كان بيخش مثلا الدكتور بتاع التكييف بيتكلم كحسابات او كشغل ميكانيكال من وجهه نظره الكامله هو يعني مش ككوردينيشن ف برضه ممكن دي نقطه ثانيه تتغير. والله هقول لك على حاجه يا باشمهندس انا شايف ان هو دورنا احنا هنا كناس بتتكلم في البيم وبتتكلم بتتكلم شويه من وجهه نظر عمليه وبتحاول انها تتكلم شويه برضه من وجهه نظر اكاديميه لان معظمنا برضه كان عمل دراسات عليا والكلام ده ممكن ان احنا نبقى صوت يوصل للدكاتره في الحمد لله كان معانا هنا دكاتره حاضرين وممكن ان هو الكلام بتاعنا ده يوصل للدكاتره اللي هو اللي موجودين عند حضرتك سواء بصوره مباشره او بصوره غير مباشره اوكي فاعتقد ان دي طريقه نقدر ان احنا نوصل بيها شويه الاراء بتاعتكم ونقدر حتى ان احنا نوصل الفكر بتاعنا وانت نفسك او غيرك او اي حد موجود في اي مكان فهو في الاخر هو مسؤول اوكي لو انت في طريقه تقدر انك انت توفر بيها رايك او توصل بيها رايك فيا ريت ما تتواناش عن انك انت تعملها وما تفتكرش ان انت صوتك مهما كان مكانك هيبقى قليل اوكي لو في طريقه توصل بيها صوتك وصل او في طريقه توصل بيها رايك وصل اوكي لو حتى ما وصلتوش لدكتور بطريقه مباشره لو لقيت ان في حد قريب من الدكتور ده هو ممكن انك انت تكلمه وممكن يوصل له رايك كلمه اوكي ففي الاخر انت بتحاول انك انت تفيد نفسك وتفيد غيرك بس بالظبط ما عشان كده انا بحاول هنا اقول يعني رايي على النص الديميرابيا وكده يعني ففعلا الموضوع حسيت اللي هو يعني الاستفاده او مجال الكونستراكشن اوسع بكتير من اللي انا عايش فيه في الكليه كديزاين بس وحاجه ثانيه هو من الطبيعي جدا انك انت اي دراسه تفتح المجال اوكي يعني لو انت خدت بكالوريوس هندسه في اللي هو مجال الانشاءات انت على فكره انت بدايه طريق انك انت تشتغل مهندس انشاءات معايا مش انت لقيت مهندس انشاءات بالظبط ماشي اللي بياخد فينا ماجستير في حاجه انا ساعه مثلا اخدت مثلا ام بي اي انا واخدها وانا متاكد ان ده بدايه الطريق ان انا افهم مثلا شويه في الفاينانس افهم ده بدايه الطريق ده اللي يفتح لي الحاجه عشان انا لو بعد كده عايز ان انا اكمل فيها اعرف اكمل ان ده مش نهايه الطريق فانت التعليم اللي انت بتاخده بدايه مش نهايه ماشي مش مطلوب منك انك انت تخلص الكليه تطلع تشتغل مهندس استراكشر انت مطلوب منك تكمل خبره عمليه وبعد كده تشتغل بالظبط تمام شكرا يا باشمهندس عفوا بسم الله بشكر القائمة دي ويعني إن شاء الله ربنا يجازي حضرتك خير على معلومات ووقت حضرتك الثمين يعني إن شاء الله إحنا بكرة موعدنا الساعة 8 مساء إن شاء الله في المحاضرة الرابعة في معهد المصري ويشرفنا حضرتك إن شاء الله أنا شرط اللينك اللي جوجل فورم أتمنى الناس كلها تسجل إن شاء الله قبل ما تخرج وتكتب اقتراحاتكم كلها خاصة سواء خاصة بالطلبة أو إن شاء الله إحنا بصدد التعاون مع جميع الجامعات المصرية يعني وخاصة طلبة التخرج وآخر سنة في تطبيق استخدام البيم يعني أو التولز بتاعت البيم فإحنا إن شاء الله يعني بصدد إن إحنا نعمل كده إن شاء الله
باشمهندس محمد احنا كده خلصنا. حسام اه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب عفوا عفوا شكرا. انا اجازه حضرتك خير شكرا جزيلا. ياكم يا فندم وياكم شكرا. ولو في اي حاجه حضراتكم معاكم الايميل بتاعي ممكن تبعتوا. شكرا. سلام عليكم. شكرا جزيلا. وعليكم السلام.